Recording in progress.
السلام عليكم، من فضلكم. نبدأ الجلسة ديالنا. سيدي من عام سيدي، احنا غنبداو سيدي دابا الآن في الأول ديالو، من كتطلع في العقبة في الأول ديالو، إيه غير كتطلع في العقبة. طيب، اشتغل الناس كاين السي هذا بجوجهم الان قراب، لا السي ادمينو ولا السي يوسف بلال، شنو نعملوا؟ واش ننتظروا خمسه دقائق اخرى تكونوا حاضرين ولا نبداو؟ قال لكم هنا يا قراب. نعم نبداو. طيب اهلا وسهلا. مرحبا مرحبا، تفضل. صباح الخير، نحن سعداء باستقبالكم داخل مؤسستنا، وأنا متأكد أن هذه الجلسة ستكون إن شاء الله جلسة مثمرة. لما أطلقنا هذا الحوار، النداء ديالنا المؤسسات الوطنية من أجل حوار وطني، كان هناك من تهكم علينا وقال ما الفائدة، وهناك من أنكر علينا هذا الحق، قال الجنة الملكية استمعت قبلا وانتهى الأمر، وهناك من توجس من أن تكون مبادراتنا مبادرة لإجهاض المشروع. لكن واصلنا عملنا لأننا كنا متشبثين بأن مشروع يرهن مصر المغرب لعشرات السنين لا بد أن يلتف الشعب حوله لإنجاحه، وهذا الالتفاف العقلي والنفسي لا يأتي إلا بعد نقاش مستفيد وحوار مفتوح وبناء. وها نحن رأينا كيف قوبل المشروع بعد الإفصاح عن فحواه، وكيف ظهر واضحا للعيان أن كل فصائل المجتمع المغربي تود نقاشه وتطعيمه أو تحريره أو تحويره، كيفما كانت اتجاهاتها من مصفق ومؤيد أو منتقد أو رافض. وهذا في حد ذاته معطى إيجابي يجب أن نرعاه بفتح المجال بصفة واسعة ولمدة كافية بدون تسرع، وباستعمال كل وسائل التواصل بما فيها خصوصا القنوات الرسمية لهذا الحوار والنقاش. ونحن اليوم نفتتح كما أعلنا ذلك سابقا سلسلة ندواتنا في الموضوع بلقاء سيديره الأخ الأستاذ محمد الأشعري بمشاركة الأساتذة الفاضلين الذين يحضرون معنا. الكلمة للأخ الأشعري، فليتفضل. شكرا شكرا شكرا. لا هذا الا دخلنا فيه هذين. شكرا اولا للحضور الكرام وللسيده والساده المتدخلين في هذه الجلسه. واود في البدايه ان اذكر بالسياق الذي نعقد فيه هذه الندوه. احنا قبل بضعه أسابيع قبل ما يصدر التقرير ديال لجنات النموذج التنموي، المؤسسات الثقافية والفكرية الوطنية اللي تتحمل أسماء ديال قادة وطنيين معروفين اجتمعنا وقلنا لابد من نعمل واحد العمل مشترك اللي الجزء الأول ديالو قررنا باش يكون دعوة لواحد الحوار وطني واسع حول مضامين التقرير الذي كنا ننتظره بلا ما نعرفوا شنو فيه بالضبط، ولكن قلنا بأن هذا التقرير باش يمكن يتحكم في المستقبل ديال المغرب خصو يخضع أولا وقبل كل شيء إلى حوار وطني واسع
حتى إذا كانت فيه قرارات جريئة ومقنعة خصها تستند لواحد التملك ديال المغاربة لهاد الاقتراحات، وخصها تكون عنوان بارز لواحد المرحلة جديدة في التاريخ السياسي ديال المغرب المستقل. وحنا عملنا واحد المقاربة إيجابية، قلنا إلا كنا غادي ندخلوا لواحد المرحلة جديدة والتحولات عميقة خصنا نهيئوا واحد المناخ إيجابي لهذه المسألة هذه، لأن المناخ السائد اليوم مناخ اللي ما تساعدش كثير على المضي نحو المستقبل ونحو تحولات أساسية وكبيرة، وباش فعلا نقدروا نوصلوا لهذه المسألة هذه خصنا نحضروا هذا المناخ الإيجابي. ولذلك وضعناه في الوثيقة اللي بعثناها لكم، وضعنا واللي هي بعنوان من أجل خلق مناخ إيجابي للتحولات المستقبلية، وضعنا فيه واحد نوع من الأفكار اللي كتأسس لهذا المناخ الإيجابي، واختزلناها في جوج الأشياء أساسية. الحاجة الأولى هو أنه لابد ما تستند هذه التحولات المقبلة إلى سلسلة من المراجعات ومن القطائع، لأن ما يمكنناش ناخذ نفس الأشياء اللي بنينا عليها المجتمع ديالنا إلى اليوم وبها نبني واحد الواقع مختلف. خصنا واحد القطائع، وتكون عندنا الشجاعة باش نقولوا هنا غادي نعملوا قطعة، هنا غادي نراجعوا هذه المسألة وغادي نعاودوا فيها النظر، هنا غادي نبنيوا حاجة جديدة. لأن بدون هذه المراجعات وبدون هذه القطائع ما يمكنناش نمشيوا لواحد الصفحة جديدة. بينما الفكرة ديال التقرير حول نموذج تنمية جديد هي فكرة نبذ شي حاجة اللي كانت في الماضي واللي فشلت، والمرور إلى شيء جديد ومفكر فيه بطريقة جماعية وبطريقة مختلفة. إذن إلا كنا دي نكرسوا نفس الأشياء اللي كانت قبل، هذه ماشي قطعة وماشي مراجعة، وما يمكنش يكون ضمن المناخ الإيجابي اللي احنا كنسعوا ليه. والمسألة الثانية قلنا أنه لابد ما نستندوا في هذا المرحلة الجديدة ما سميناه بسياسة عمومية للاعتراف، أن لابد من اعترفوا رسميا وشعبيا واحد العدد الأشياء نعتبرها ركائز ديال هذا التحول السنوات المقبلة. أول شيء الاعتراف بمركزية الدستور في الحياة العامة. ما يمكنناش كل مرة نبتكروا شي وثيقة اللي تجمعنا، اللي يبقى دائما كيجمعنا وأساسي هو الوثيقة الدستورية، خصها تكون هي الوثيقة المرجعية الوحيدة في الحياة العامة. كذلك الاعتراف بكرامة المواطن والحريات ديالو والحقوق ديالو. ما يمكنناش ندوزوا لواحد المرحلة جديدة ونبنيه واحد المستقبل على أساس أفكار جديدة وإحنا كنعيشوا على مستوى الحريات والحقوق واحد النوع من الانتكاسة اللي جميع المواطنين تشوفوا لها على كونها سبب في تكسير علاقة ديال الثقة وديال المصداقية ما بين المحاكمين والمحكومين. كذلك الاعتراف بأولوية المرفق العمومي، وخصوصاً وأن بان من بعد الجائحة بأن مركزية المرفق العمومي شيء أساسي، خصوصاً في قطاعات حيوية اللي كينبني عليها الكرامة ديال المواطن وهي التعليم والصحة وما إلى ذلك. وأيضاً الاعتراف بضرورة دولة نزيهة فوق كل الشبهات. وأخيراً الاعتراف بضرورة إشراك المواطن في تدبير الحياة العامة، ليس فقط عبر الديمقراطية التمثيلية ولكن أيضاً وبالأساس عبر الديمقراطية التشاركية. حول هذه المحاور المتعلقة بالقطائع والمراجعات من جهة
المتعلقة بالاعتراف بأشياء أساسية واعتمادها في رسم خطوط المستقبل. حول هذه المحاور إذن ارتأينا أن ننظم مساهمتنا في الحوار الذي دعونا إليه، وقبل ما يصدر التقرير اخترنا أن الندوة الأولى اللي نعمله هي حول الاعتراف بمركزية الدستور في الحياة العامة. وفي الواقع في ذاك الوقت ما كناش كنتظروا أن التقرير هذا يكون عنده واحد المس مباشر بنقطة أساسية من النقط السياسية اللي احنا طرقنا لها، وهي المركزية ديال الدستور. لذلك وبما أننا هذا الحوار عملناه أساساً باش نساهموا به في الحوار حول التقرير حول نموذج التنمية، فمن جديد ارتأينا بأنه ما يمكنش نبدأ بأي موضوع آخر قبل ما نبدأ بالموضوع السياسي المرتبط بالدستور، خصوصا وأننا كنعيشوا السنة ديال الذكرى العاشرة للدستور 2011، وإلى اليوم مازال ما عملناش واحد تقييم واضح وعميق لهذا الدستور في الواقع، ماشي فقط في الورق، ولكن كيفاش عشناه سياسيا، كيفاش عشناه على مستوى التطبيق، شنو هي مواطن الخلل، شنو هي مواطن الضعف في الدستور، شنو هي الأشياء اللي يمكننا نفتحه من جديد في الورش ديال الإصلاحات السياسية والدستورية، وشنو هو المستقبل ديال هذه الوثيقة والمكانة ديالها في المجتمع ديالنا. لذلك غادي نبداو في هذا الحوار حول هذه النقطة. كما اتفقنا مع الإخوة المتدخلين في السابق، غادي نعطيو الكلمة للمتدخلين اللي تنشكرهم مرة أخرى على قبولهم المشاركة في حدود 5 إلى 6 أو 7 دقائق الواحد، يقولوا لنا بعض الأفكار الأساسية ديالهم في هذا الموضوع، ومن بعد غادي نستقبلوا بعض الأسئلة سواء من خارج هذه القاعة أو من داخل القاعة، ومن بعد غادي نستمعوا الأستاذ عبد الله حمودي كواحد من المثقفين الأساسيين في المغرب المعاصر، واللي ما تكتفيش فقط بالمساهمات الفكرية دياله العميقة والمؤسسة، ولكن كذلك تعتبر نفسه مثقف في المدينة، أي أنه يمكن يكون مشارك فعال في الحياة العامة اللي كنشتركوا فيها كاملين. غادي نطلبوا منه باش يقول واحد الشهادة عندها علاقة بهذا الموضوع. إذن بلا ما نأخركم كثير، غادي نعطي الكلمة في أول هذا اللقاء الأستاذة لطيفة البحسيني، فلتتفضل مشكورة. صباح الخير. في البداية شكراً للأستاذ الأشعري والمؤسسات الوطنية، لأن بالحقيقة لكل الشرف أنني نكون نحضر معكم في هذا النهار. مادام الوقت ما كانش طويل بزاف، غادي نعطي غير بعض الامور اللي غنتفاعل فيها مع الورقه اللي توصلنا بها، واللي على كل حال تتشمل عدد من النقاط اللي ما يمكن الا الاتفاق عليها. مركزيه الاعتراف بمركزيه الوثيقه الدستوريه في الحياه العامه، طبيعه الحال اعتقد ان هناك ما سيختلف على هذه المساله، على الاقل من طرف الناس اللي عندهم مصلحه في التغيير وعندهم مصلحه في الاصلاح. 10 سنوات بعد اعتماد دستور 2011، لم ننتقل بعد من دولة الغلبة إلى دولة المساواة ودولة المواطنة، وأستعير هنا عبارة الأستاذ عبد الفلاح الأنصاري في اللقاء السابق. العناوين العريضة للوضع الذي نعيشه اليوم بعد 10 سنوات من اعتماد دستور 2011، الذي جاء على إثر حراك اجتماعي واسع هو حركة 20 فبراير، اللي كانت يعني صرخة قوية ديال مكونات واسعة من المجتمع المغربي تتعبر فيها على الطلب على الديمقراطية وعلى العدالة الاجتماعية وعلى الكرامة. العناوين العريضة هو أننا اليوم نعيش أزمة ثقة وغياب المصداقية في كل ما يرتبط بالشأن العام، سواء على مستوى الدولة أو على مستوى آلية الوساطة، الأحزاب، النقابات، الجمعيات. تراجع هنا في هذا الإطار
من العناوين العريضة تراجع أدوار آلية الوساطة كلها. يعني نعرف جيدا كيف أن في الحقيقة هذه الآلية الوساطة لم تعد تقوم بأدوارها، لا من ناحية التأطير ولا من ناحية التعبير على التشبت بما تم الاتفاق حوله في الوثيقة الدستورية ديال 2011. وطبعا ما غنطولش لأن الوقت ما تسمحش، ولكن أعتقد أن ارتكبت أخطاء كبيرة جدا، بل ارتكبت خطايا سياسية كان معروف في الحقيقة مسبقا أنه سيصعب أننا ننهضوا من بعد هذه الأخطاء السياسية التي ارتكبتها آلية الوساطة والأحزاب السياسية اللي كان عندها مشروع لكل حال إصلاحي نهضوي. من العناوين العريضة كذلك هو التراجعات الكبيرة جدا في ملف حقوق الإنسان، بحيث أنه هذا الورقة اللي كان المغرب يعني يفتخر بها، نحن نعيش اليوم تراجعات كبيرة جدا، سواء فيما يتعلق بحرية التعبير، حرية الرأي، حرية التظاهر، حرية الصحافة، ونعيش اليوم عمليا اعتقالات صحفيين، وتنعيش مآسي على إثر هذه التراجعات في مجال حقوق الإنسان، اللي في الحقيقة ما يمكن إلا مشي فقط تسيء إلى سمعة البلد، ولكن عمليا رجعتنا، أنا شخصيا أعتبر أنه رجعتنا ماشي ما قبل دستور 2011، رجعتنا الوضعية اللي كنا عليها قبل حكومة التناوب. العنوان عريض آخر هو الفوارق الاجتماعية الصارخة اللي تفقأ العين، وفي القلب منها الفوارق المجالية، ثم الفوارق ما بين النساء والرجال، واللي هي على كل حال يعني نتيجة ديال اختيارات خصنا نقولها اختيارات اقتصادية، في القلب منها اختيار اقتصاد السوق، ولكن يبدو أنه احنا ما كناش في مستوى نديرو هذا الاختيار بالقواعد ديالو، لأنه اختيار في سياق ديال انتشار الريع وغياب المحاسبة والإفلات من العقاب وفوالا، دونك النتيجة ديالو كانت هي هذه. طبعا احد العناوين العريضه هو الغضب الواسع والنقمه الكبيره التي اصبحت منتشره في المجتمع، ومقابل ذلك صعوبه تاطير، هذا هو اللي تنعيشوا هذه السنوات الاخيره، وصعوبه تاطير هذا الغضب من طرف القوى اللي عندها مصلحه في التغيير. هذه الصعوبه ديال التاطير انا ما تنعتبرهاش مساله بسيطه في الحقيقه، لان كاين فيها عوامل موضوعيه تتجاوز هذه الاليات، ولكن هناك عوامل ذاتية، بحيث أنه يبدو لأنه وقعت واحد تحولات ثقافية عميقة وتحولات في الذهنيات عميقة، اللي ما بقاش الأجيال السابقة من النخب بإمكانها تواكبها وتأطرها بالشكل اللي تطلبه. هذا الغضب هذا أنا في نظري طبعاً مطروح اليوم السؤال كيفاش غادي تأثر، وهنا تجي هذا النقاش حول مركزية الوثيقة الدستورية. إذن أعتقد أنه ماشي مشكل ديال الوثيقة الدستورية، مضمون وثيقة دستورية طبيعة الحال، أعتقد هذا هو اللي أساسي. وثيقة دستورية تضع في القلب منها وفي مركزيتها كرامة الإنسان، تضع في القلب منها يعني شروط وقواعد بناء نظام ديمقراطي اللي قائم على فصل السلطات، قائم على استقلالية السلطة القضائية، وقائم على حرية التعبير، وقائم على حرية التظاهر، حرية التجمع، التعددية الفكرية والسياسية، يعني القواعد الكونية المتعارف عليها اللي يمكن القول أنها جزئياً جات في الدستور ديال 2011، جزئياً جات في الدستور ديال 2011، ولكن أنا كنت في حينه كمواطنة بسيطة متتبعة أنا ذاك هذا النقاش حول الوثيقة الدستورية، كنت يبان لي أن في الحقيقة هذاك الدستور اللي وقع فيه، وهذه من الحوايج اللي خصنا نعترفوا بها ونقولوها، أن اللي وقع فيه هو أنه عملياً تم تحايل وتم التفاف على طلب الشارع، على طلب المجتمع، وأنه في نهاية المطاف ما كانش توافق، كان اتفاق ديال أنه غادي نديروا
كاتالوج اللي فيه سلسله ديال المقتضيات فيما يتعلق بالحريات والحقوق، ولكن ما غادي نمسوش جوهر النقاش وجوهر الاشكال اللي مطرح لنا، اللي هو جوهر ديال الفصل السلطات وديال اسس ديال النظام الديمقراطي حول ملكيه برلمانيه ديمقراطيه دستوريه. اعتقد هذا ما كانش ماشي هذا هو المشكل، ولكن بالفعل خص الدستور يكون تيتضمن هذه النقاط وتكون واضحة، ماشي يكون ان كاتالوج تنخليو فيه المختلف التيارات على خاطرها. هادشي اللي وقع، اللي بغى الدين درناه له، اللي بغى المواثيق الدولية درناها له، اذا كلشي على خاطرو حنا متفقين. ولكن انا اعتقد اليوم السؤال اللي مطروح او المعضلة اللي مطروحة او الاشكال اللي مطروح ماشي هو ديال خصنا نتفقوا، انا اعتقد خصنا نتوافقوا، خصها تكون توافقات وطنية عريضة واسعة بين كل الجهات اللي عندها مصلحة للتغيير وعندها مصلحة في إصلاح هذه البلاد وعندها مصلحة في إنقاذ استقرار وأمن هذا الوطن. وأنا هنا ما في الحقيقة تنعتبر أن ملي تنقول توافقات يجب أن تشمل الجميع، يجب أن تشمل كل التيارات بمختلف يعني ألوانها وأطيافها، بما في ذلك جهات داخل الدولة اللي يبدو أنها بتأرق هذا الوضع، وتهي تعتبر أنه ما بقاش ممكن تجاوبه على الغضب، على غضب الشارع، على غضب مجتمعنا، على غضب الحركات المتعددة الجهوية، نجاوبه عليها بالمقاربة الأمنية القمعية. أعتقد أنه مخطئ ومتوهم من يعتقد أن المقاربة الأمنية هي الحل. أعتقد أنه لا التاريخ القديم ولا التاريخ القريب ولا ما عشناه في سياق الربع العربي يظهر بشكل جلي أن المقاربة الأمنية عندها حدود. راه كانت أنظمة مدججة يعني بكل وسائل ديال القمع وكل وسائل ديال 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 الفضائحية هذا، وفي نهاية المطاف وصل واحد اللحظة أبقاش ممكن الاستمرار. لذلك أنا أعتقد اللي عنده وعي تاريخي، اللي عنده وعي استراتيجي، اللي عنده أفق وطني، وطني الآن هذه القضية الوطن بالنسبة لي مهمة، اللي عنده أفق وطني ما يمكن إلا يعاب أنه خص توافقات واسعة وعريضة اللي نتفق عليها في حد الأدنى الضروري لبناء نظام ديمقراطي تضمن الأمن والاستقرار، وداخله تندبر شؤون الاختلافات بيناتنا وشؤون التوجهات أحيانا المتعارضة بيننا. ولكن هذا الوطن اللي كان تجمعنا خص الوطن يجمعنا على قاعدات البناء الديمقراطي، على قاعدات البناء ديال الفضاء اللي ندبر فيه الاختلافات ديالنا. طبعا بمن سنقوم بذلك، لأن هذا هو المشكل، هو أنه اليوم في غياب آلية الوساطة وفي انتشار اليأس والإحباط اللي كاين، أنا أعتقد وهذه مبادرة محمودة من طرف المؤسسات الوطنية اللي على كل حال عندها واحد السمعة طيبة في وسط بلادنا، أنه نوسع دائرة النقاش، ورا هناك ديناميات مختلفة تناقش، ولكن أعتقد مهم جدا نركز على ذلك العشرات النقاط إذا كانوا خصهم يكونوا عشرات النقاط، أشنو هما اللي غادي نتفقوا عليهم توافقوا عليهم. إذا أقول مرة أخرى، أنا بالنسبة لي التوافق وليس الاتفاق اللي تنتحيلوا فيه وتلتفوا عليه غير باش نمروا من لحظات الغضب وندوزوا هذا، لا، أنا أعتقد خص يكون عندنا وعي تاريخي أنه ما بقاش مسموح لنا اليوم ما نديروش توافقات اللي نعتقوا فيها بلادنا ونقضوا فيها بلادنا، باش عاد نبداو آنذاك بناء نهضة. لأن أنا من الناس اللي تنآمن أنه بلادنا يمكن لها تنهض، بلادنا يمكن لها تكون من بلدان متقدمة، بلادنا عندها طاقات وعندها كفاءات وعندها خبرات وعندها تراث وعندها تاريخ وبالتالي أنا بالنسبة لي أؤمن أن هذا الوطن يمكن أن يعطي أفضل مما أعطاه لحد الساعة. وشكرا. شكرا الأستاذة لطيفة. الكلمة الآن الأستاذ عبد الحفيظ دمينو. شكرا سيد الرئيس، صباح الخير للجميع، وشكرا على الدعوة، وأيضا من خلالها شكر للمؤسسات الوطنية الفكرية على هذا المساهمة في هذا النقاش العمومي الذي يتزامن أيضا مع هذا النقاش حول الوثيقة، حول تقرير لجنة النموذج التنموي، أهميتها، قيمتها كذلك سياسية والمعنوية، لنطرح قيمتها القانونية مع الوثيقة الدستورية، وبالتالي مكانت هذه الوثيقة مع مجموعة من الاختيارات اليوم التي يتم اعتمادها، ومع كذلك الأدوار الأساسية للأحزاب السياسية المغربية. بدون شك أن الوثيقة الدستورية هي ليست فقط نصوص، بل هي أيضا
قواعد توجه اختيارات الفاعل. وكما يقول أحد الباحثين الفرنسيين، الدساتير ليست خياما تنصب للنوم، بل هي وثائق من المفروض أن توجه اختيارات الفاعلين. بسبب نظرا لطبيعة الحل المدة الزمنية المتاحة، سأكتفي بطرح ثلاث نقاط أعتبرها مهمة يمكن من خلالها إبداء بعض الملاحظات بعد مرور 10 سنوات من اعتماد الوثيقة الدستورية. سياق إعدادها بطبيعة الحال السياق التعبوي والسياق السياسي الذي كان يحمل نفحة ربما من الإرادوية مهمة جدا على مستوى القواعد المتضمنة، ولكن ربما ممارسة الفاعل قد تبين لنا محدودية هذا التفاعل مع روح الوثيقة الدستورية. هنا نعطي 3 ديال النقاط الأساسية. النقطة الأولى هي المرتبطة برغبة الوثيقة الدستورية في إعادة توزيع السلطة على المستوى العمودي، وخاصة علاقة المركز بالوحدات الترابية أو ما سمي بمشروع الجهوية المتقدمة. هذا المشروع اللي الوثيقة الدستورية أرادت منه أن يكون إطاراً لإعادة توزيع السلطة بين المركز وبين المجال الترابي، لا أقول المحيط ولكن أقول المجال الترابي، ووضع كافة الضمانات التي الوثيقة الدستورية وضعت مجموعة من الضمانات المؤسساتية والسياسية، تعزيز التأكيد على الديمقراطية وعلى بعد التمثيلي. لكن لاحظنا أنه الآن بعد هذه 10 سنوات أن ما تم إنجازه لا يتناسب مع ما أرادته الوثيقة الدستورية. اليوم تجربة الجهوية المتقدمة نلحظ أنها ربما يتنحاز أكثر وتعود إلى المركز أكثر من 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 البعد الترابي، فلا على مستوى الاختصاصات. والجائحة بيّنت بشكل كبير محدودية أدوار الجماعات الترابية على مستوى الاستجابة لطلب المواطنين، وكذلك تقديم إجابات عن الحقوق، خاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. الجائحة بيّنت بالفعل بأن الهيئات المنتخبة التي نقيم لها عراسا انتخابية في نهاية المطاف نخبها غير قادرة على تقديم إجابات واقعية لمطالب اليومية للساكنة، الحق في الصحة والحق في الشغل والحق في الحياة. كلها لاحظنا كيف كأنه تمت المنادات على الإدارة المركزية وعلى ممثلي الإدارة المركزية من أجل تقديم كافة الأجوبة، بل أن الأمر وصل إلى أن تتم تعطيل بطبيعة الحال البعد الانتخابي والبعد الديمقراطي في عمل هذه المؤسسات من خلال الدورية التي أجلت انعقاد الدورات التي تعقدها الجماعات الترابية. على مستوى آخر، كان من المفروض أنه تعزيز البعد الديمقراطي وعلى المستوى الجهوي أساساً واعتماد الاقتراع العام المباشر في انتخاب الجماعات وانتخاب الجهات، من المفروض أيضاً أن يكون له أثر على طبيعة النخب التي يتم إفرازها على مستوى الجماعات الترابية، بما يمكن من تفعيل على الأقل الاختصاصات التي يمنحها القانون. لاحظ ما كيف أنه النخب التي تم إنتاجها لا تبتعد كثيرا من حيث تكوينها، من حيث وعيها السياسي، من حيث أيضا قدرتها على تقديم البدائل. ولنا في وثائق يعني رسمية فيما يتعلق اليوم ببعض الوثائق التي تم إنجازها حول تملك المنتخبين للقواعد التي تضبط اشتغال المجال الترابي، تبين بالفعل بأنه لازلنا بعيدين أو لا، لازلت نخبنا بعيدة بشكل كبير على أن تتملك آليات الديمقراطية الترابية وتفعلها وتساهم في هذا النقل أو في هذا الانتقال من الاختصاصات. لاحظوا معي كذلك كيف أنه يتم اليوم تدبير مسألة نقل الاختصاصات ما بين الوحدات المركزية وعدم التركيز. منذ 2018، واسمحوا لي أتكلم بلغة تقنية، أنا من 2018 والميثاق ديال التركيز خرج، لحد الآن بعض القطاعات الحكومية أعدت مخططاتها، ولكن على مستوى أرض الواقع لازلنا في المنطق المركزي الذي لا زال يشتغل بشكل قوي. النقطة الثانية هي المرتبطة بفعالية المؤسسات. نحن نعلم أن التحول الذي عرفه العالم هو المتمثل أساساً في المطالبة أو الطلب المتزايد على فعالية الدولة،
لا بد أن نكون أمام دولة فعالة، وفعالية الدولة تقاس من خلال فعالية سياستها العمومية ومؤسساتها. اليوم العلاقة التي تربط السلطة التشريعية البرلمان أساساً والحكومة هي علاقة لم تستطع أن تتجاوز مخلفات الدساتير السابقة. فاليوم طريقة اشتغال الأغلبية الحكومية هي تعبر عن المشكل الحقيقي فيما يتعلق بالانسجام المفروض في الكتل السياسية التي تسير عفوا الشأن العام وخاصة تسير الحكومة، وهو ما ينعكس في نهاية المطاف حتى على البرامج والسياسات التي يتم اعتمادها من قبل هذه الحكومات. التقرير أيضا يشير إلى مسألة جوهرية وهي التقائية السياسات، كيف يمكن أن نتحدث من داخل الحكومة ولكن ليس هناك تصور لمختلف البرامج والسياسات القطاعية التي يتم اعتمادها من قبل الحكومات، وبعد مدة زمنية معينة نجد أنفسنا أمام عيب ملحوظ، وهو أن كل قطاع حكومي ربما يشتغل بعيد عن القطاع الحكومي الآخر، مما يهدر الزمن أولا السياسي ويهدر كذلك إمكانات و يعني وسائل الدولة التي تعرف ندرة متزايدة. إذا أخذنا كذلك البرلمان نجد بأن الأغلبيات أو الأغلبية البرلمانية ولا كذلك المعارضة تشتغل بعيدا عن خيط ناظم يرتبط باختيارات واضحة. أغلبية لها برنامج حكومي المفروض أن يكون هو المخطط الاستراتيجي الذي يحكم مختلف الاختيارات. بطبيعة الحال لابد أن هنا أيضا هاد أحيانا تباينات سياسية بين المكونات أغلبية الحكومية والبرلمانية تطرح هذا النوع من المشاكل، وتتضح كلما طرحت قضايا ربما تطرح فيها الجوانب الإيديولوجية والجوانب القيمية من قبل المكونات الأغلبية، مما في نهاية المطاف يكون له أثر على مسارات أخرى. يكون هناك اختلاف حول نصوص مرتبط بحرية أساسية ولكن نجد له أثراً على نصوص مرتبطة بالحقوق الاقتصادية أو المادية أو غيرها من الحقوق التي تعرف كما قلت هذه التجاذبات السياسية سواء داخل الأغلبية الحكومية أو داخل الأغلبية البرلمانية. إذن وبالتالي فإذا كانت الوثيقة الدستورية عززت من دور رئيس الحكومة، عززت من أدوار البرلمان، فربما أنه هذه النصوص ظلت غير قادرة على توجيه سلوك الفاعلين على مستوى هذه المؤسسات. النقطة الثالثة هي التي أيضا لم يحصل فيها تقدم كبير، هي الآليات التي تعزز مشاركة السكان. فإذا كانت آليات الديمقراطية التمثيلية فيها هذا النوع من العطب إن صح التعبير، فتم التعويل على آلية الديمقراطية التشاركية. آلية الديمقراطية التشاركية كآلية أولا لتعزيز المشاركة، مشاركة السكان في تدبير الشؤون اليومية، وكآلية لتجويد القرارات العمومية. لاحظنا اليوم أنه بعد اعتماد الوثيقة الدستورية وكذلك النصوص القانونية وإن جاءت متأخرة عن 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 النص الدستوري، وبالتالي اليوم ايضا هذه ربما سمه يعني تطبع الممارسه الفاعلين في بلادنا. نحن اليوم سندخل الولايه الثالثه بعد الدستور ولا زالت نصوص قانونيه تنظيميه نص عليها الدستور ولم تخرج الى الوجود بعد. كاين هذا البعد هذا، وكاين كذلك حتى التاخر في انتاج النصوص المرتبطه بالوثيقه الدستوريه. التجربة وتكلمت في البداية على التجربة الترابية، لاحظنا أن الديمقراطية التشاركية كذلك آلية لتعزيز الممارسة وتحسين الأداء العمومي ديال الهيئات المنتخبة، أيضا نصوصها التطبيقية تأخرت بشكل كبير. حتى 2018 عاد ربما انهينا البناء القانوني لهذه المنظومة. إذن وبالتالي مما يؤثر بشكل كبير أيضا حتى اليوم على المنادات على المواطن من أجل أن يلجأ إلى الانتخابات، لأن يعني المنادات عليه بعد 6 سنوات وهو غائب من ممارسة الشأن العام، كيف يمكن أن ننتظر من هالمواطن أيضا أن يلجأ غدا إلى انتخابات وهو لا علاقة له بتدبير الشأن العام، ولم أيضا يقص حتى أداء هؤلاء المنتخبين وهؤلاء السياسيين. وهنا أيضا تطرح المشكلة ديال الثقة بطبيعة الحال اللي هي أيضا أساسية بين الفاعلين وبين الفاعلين والمواطن من أجل تفعيل الوثيقة الدستورية. شكرا. هذه الإضاءة الدستورية الواضحة. أعطي الكلمة الآن للأستاذ
يوسف بلال. هذه الاست بالخصوص دعوة تأتي من مجموعة مؤسسات فكرية تهتم بالشأن السياسي، ولا يمكن إلا أن نثمن جهود التنسيق وحاجة بخصوص بحاجة علما أننا في حاجة إلى وحاجة مجتمعنا إلى فضاءات النقاش الفكري والسياسي في أفق بناء تحالفات مجتمعية واسعة اللي تكلمت لها الأستاذة لطيفة بوحسين. ودون شك أن نقطة الانطلاقة في موضوع الدستور اليوم، واليوم تفضلت الأستاذ أشعري حول هذا الماضي للعشر سنوات على صياغة الدستور الحالي والاستفتاء اللي كان فيما يخص النص الدستوري. فالسؤال المطروح هو كالآتي: أين نحن من تطبيق أو تنزيل الدستور؟ ولماذا هذا السؤال حول الدستور مهم؟ حيث أن السؤال المطروح اليوم في الفضاء العام هو سؤال حول التنمية والنموذج التنموي الجديد. فبالتالي هذا السؤال مهم ليس من منظور القانون الدستوري المحض، لأنه يمكن أن تكون قراءة هو أن أو تشخيص انطلاقا من هذه القراءة هو أن المغرب يعيش تراجعا ديمقراطيا واضحا وأزمة ديمقراطية وأزمة ديمقراطية التمثيلية بشكل أدق. فاليوم ممكن لنا يعني نحصيو الأمثلة والمحطات ديال هذا التراجع منذ 2011 إلى يومنا هذا، ومنها بطبيعة الحال الصراعات التي كانت دور كذلك على مستوى التشكيل أو إفشال تشكيل الحكومة أغلبية حكومية في سنة 2016 ربما اللي هو يذكرنا بما وقع في 2002 مع إقصاء الحزب الذي حقق الذي تقدم في الانتخابات على مستوى رئاسة أو رئاسة الحكومة أو آنذاك منصب الوزير الأول. فكل هذه المحطات اللي الأخيرة اللي كتجلى فيها هذه المؤشرات ديال هذا التراجع ديال الأزمة الديمقراطية هو بطبيعة الحال المفارقة أن اليوم هذا السؤال السياسة غائب بشكل تام في ويقال والعديد يعتبر أنه غائب في تقرير الخمسينية، لكن المفارقة هي في الواقع هو غائب لكن حاضر بقوة، لأن هناك في تقرير الخمسينية هناك تنظير لنموذج أو تنظير للوضع القائم، يعني تنظير
طبيعة النظام السياسي كما هو الآن، يعني تنظير لدور مركزي للملكية التنفيذية، يعني تقرير الخمسينة ما كيطرح شيء، سؤال يعني بفضل غياب السؤال السياسي كمحور أساسي، على عكس ما كان مثلا في تقرير الخمسينية، هو أن اليوم لا يعتبر هذا السؤال هو السؤال الذي يجب أن يطرح الآن، معناتها أن إشكالية النظام السياسي أو طبيعة النظام السياسي أو طريقة تنزيل الدستور لا تعتبر اليوم هي المدخل الأساسي لإشكالية التنمية في المغرب. فهذا يعني أمر واضح. فالسؤال السياسي أو النقطة السياسية أو المحور السياسي هو في الواقع جوهري وحاضر بقوة عن طريق غيابه في هذا كسؤال واضح ومعلن. وبطبيعة الحال ممكن نسألوا علاش ما كانش هذه الرغبة في على مستوى تقرير اللجنة حول النموذج التنموي، أنها تطرق لهذا السؤال بشكل صريح، لأن بطبيعة الحال إلى كنا كنعتبروا أن البعض ودون هناك يعتبر أن النظام الأنجع هو السلطة التنفيذية لتحقيق أهداف التنمية، فهذا مشروع وهذا رأي يحترم، ولكن يجب أن يناقش كذلك. يعني هناك رغبة في كذلك على مستوى الفاعلين أو جزء كبير من الفاعلين السياسيين والمجتمع أن يتطرق إلى هذه القضايا. فالنقطة ربما اللي غادي اللي كنظن ليه المؤشر الأساسي هو المفارقة اللي كنعيشوها اليوم في 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 نظامنا السياسي، اللي هي مفارقة اللي كتجلى في أن وهذا واضح في دستور 2011، أنها أن أريد للملكية في دستور 2011 أريد لها أن تكون مؤسسة دستورية وفي نفس الوقت مؤسسة أعلى من الدستور، هذا من جهة، وأنها لا تخضع لأي آلية للمحاسبة والمساءلة والمراقبة، هذا يعني واضح في 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 الدستور وفي النظام السياسي المغربي. والمنطق وراء الدستور 2011 هو أن الربط بين المسؤولية وممارسة السلطة والمسؤولية والمساءلة والمحاسبة يتحقق عن طريق المؤسسات المنتخبة وعن رئاسة وعن دور رئيس الحكومة ورئاسة الحكومة اللي هي المنبثقة عن الانتخابات وعن هذه التشريعية الانتخابية. لكن في ممارسة السياسية للمجتمع يعني بالأوسع من الأحزاب السياسية ومن النخب السياسية، وشاهدناها في احتجاجات الريف، هو أن المجتمع ينظر إلى النظام السياسي المغربي بأن من يملك السلطة وجميع السلطة هو الملك، هذا من جهة، وأن الحركات الاحتجاجية في ظل هذه المفارقة وفي ظل هذا التصور تخاطب بشكل مباشر الملك. فلأن لماذا؟ لأنها تعتبر أن الحكومة والوزراء والمؤسسات المنتخبة لا سلطة لها. فالمفارقة هنا أن أريد لهذه الأحزاب أن تتحمل المسؤولية السياسية للقرارات التي تتخذ، وفي كثير من الأحيان ربما لا يتم حتى إشراكها في هذه القرارات، ولكن في نفس الوقت هناك رغبة في أن تكون هذه الأحزاب السياسية أن تلعب دور هامشي في اتخاذ القرارات الجوهرية. فالإشكال اليوم هو هل يمكن أن نستمر، وهذا الذي يطرحه في الواقع التقرير النموذج التنموي، أن نستمر في هذا النظام السياسي. ولهذا الأجوبة الأخيرة التي كانت
أو ردود الفعل ديال الدولة فيما يخص حركة الاحتجاجية هو القمع. وهذا الأمر هذا يأتي في تصور معين يعتبر أن الحاجة إلى أحزاب سياسية اللي عندها قوة وشرعية حقيقية شعبية وانتخابية، التصور اللي كان في 2011 أنها كان تخوف، واعتبرنا أنها هي اللي غادي تحمي، اللي غادي تشكل هاد القدرة على الدولة أنها تحمي الملكية بأي استهداف بشكل مباشر، لأن هناك حزب وهناك قيادة سياسية تملأ الفضاء العام وتملأ الفضاء الإعلامي وتتواصل بشكل مباشر مع المجتمع وتتحمل مسؤوليات القرار. اليوم ما بقيناش في هذا لأن تم حتى الأحزاب السياسية اللي كانت عندها شرعية انتخابية شفنا أنه تراجع اللي عرفت ومن ضمن القرارات ديال 2016. فبالتالي هاد التناقضات وهاد الطريقة التي يتم تدبير بها النظام السياسي المغربي، طبعا الحال هناك جزء مرتبط بدور القوى السياسية الديمقراطية أو التي تسعى إلى تحقيق هذا الأهداف المرتبطة بالتحول الديمقراطي. ممكن نرجع لها فيما بعد شنو هما المقترحات في هذا المجال. وشكرا. شكرا. شكرا. من بعد اللي ساليو الإخوان كلهم تدخلات ديالهم، يمكننا نلخصوا الأفكار الأساسية اللي وردت في البداية ديال هذه الجلسة. بانتظار ذلك غادي نعطي الكلمة لسي زكريا كرسي. شكرا. باش يساهم معنا في هذا اللقاء. شكرا أستاذ محمد الأشعري، شكرا جزيلا لكم وتحية طيبة لكم. صراحة أنا سعيد وليست فقط سعادة ولكن شرف كبير أنني نكون في هذا اللقاء معكم اليوم وفي هذه المؤسسات التي تحمل أسماء وطنيين محترمين رحمهم الله جميعا وأطال عمر السي بن سعيد أيتي الدر، ومن الجميل أن نستحضر ذاكرة هؤلاء الناس العظماء. أنا لست مفكرا أو أستاذ في القانون الدستوري، أنا شاب أشتغل في القطاع الخاص وفاعل مدني في واحد الجمعيات منها حركة معا بخلفية سياسية، ونؤمن بمركزية السياسة. وعندما تؤمن بمركزية السياسة في الحياة العامة فإنك لا يمكن إلا أن تؤمن بمركزية الدستور في النقاش العام، بحكم أن الدستور هو أهم وثيقة تؤطر العملية السياسية. أنا عجبني بزاف الشعار ديالكم ديال المواطنة المتجددة. أعتقد أننا نحتاج اليوم إلى مفهوم جديد لهذه المواطنة تبنى على أسس جديدة ومعاصرة، ليست فقط مرتبطة بتغيير اليقينيات كما قلتم في الورقة ديالكم اللي هي مرتبطة بالجائحة، ولكن مرتبطة بشكل أكبر بالتغيرات الموجودة في المجتمع وتغيرات ديال العلاقة ديال الناس بأشياء كالدولة والوطن واللغة والهوية إلى آخره. وهذه أشياء موجودة في المجتمع أو على الأقل عند الفئة التي أنتمي إليها. ربما الهدف الأسمى أعتقد هو أننا ننتقل يوما ما إلى وطنية دستورية، أي إلى وطنية دستورية كهوية تستند إلى قيم الدستور وليس فقط إلى ثقافة وطنية. ولكن طريق إلى مركزية الدستور هو طريق طويل، والهدف اليوم هو أننا نحاول نجاوب كيفاش نوصل له. لا أعتقد أن الهدف من هذا اللقاء أن نخضع الدستور إلى قراءة أكاديمية، لأن مهما كانت القراءة الأكاديمية والقانونية عميقة ومهمة إلا أن الدستور يبقى في الأخير وثيقة سياسية، وهذه الوثيقة السياسية تخضع إلى موازين القوى الموجودة في واحد المجتمع في واحد الوقت معين. كما قال الأستاذ بلال أن هاد موازين القوى تكون في وضع الدستور أو في تبنيه، في ظروف تبنيه، كما تكون في تنزيله أو تأويله. طبعا الجميع يعرف أنه رغم مطالبة عدد من الهيئات السياسية منذ 1999 بتغيير الدستور ديال 1996 لكي يواكب تطورات الكبرى اللي عرفها المجتمع، مدونة الأسرة، هيئة الإنصاف والمصالحة إلى آخره، ولكن كان يجب أن ننتظر ربما الاحتجاجات ديال 20 ماي حتى يتم التفاعل إيجابا مع هذا
هذه المطالب مع هذه المطالب بتعديل الدستور. المهم لما جاء الدستور رغم انه ارتقى بالبرلمان الى درجه المشرع الدستوري منهيا هيمنه الفصل 19، رغم انه أعطى للبرلماني يعني مهمة تنصيب الحكومة، رغم أنه جعل من الحكومة رئيسة للسلطة التنفيذية كما يعني في الباب الخامس للدستور والفصل 89، إلا أنه حقيقة الدستور أخضع عمليا للتأويل الرئاسي عوض القراءة البرلمانية بسبب يعني وجود قوانين تنظيمية لم تترجم بأمانة مقتضيات الدستور، ولكن أيضا بسبب وجود الشيء اللي هو أهم وتعتبر هو المعيق الحقيقي وبسبب سمو العرف على القانون. نحن أعتقد أن سمو العرف على القانون واللا مكتوب على المكتوب هو أكبر خطر يهدد الديمقراطية المغربية، وهو الذي جعل عددا من مقتضيات الدستور غير مفعلة من طرف الحكومة وجعل من واقع مساندة أو مساعدة عفواً المؤسسة الملكية أقوى من حقيقة ممارسة كل مؤسسة لسلطاتها، لأن عندما تمارس كل مؤسسة لصلاحيتها هذا لا يعني أن يتحول ذلك إلى نزاع أو خصام، ولكن فقط تطبيق القانون كما هو مكتوب وكما يجب أن نحترمه جميعاً. ولنا في القانون التنظيمي ديال 12-2 حول تعيين في المناصب العليا أقوى مثال على ذلك. أيضاً هذا الدستور هذا بلسوء الحظ، وأنا كنت أتوقع بشيء من السذاجة أن سوف يكون واحد تمرين حقيقي ديال تأويل الدستور ما بين 2011 لدابا، تمرين ديال مثلاً إحالة هذه النقاشات هذه المحكمة الدستورية اللي كيتبوتها فيها كل مرة، بينما لقينا هذا الشيء ما تم إلا نادراً، يعني أن حتى نقاش تأويل الدستور لم يكون مركزياً عند النخبة السياسية. السؤال اللي خصنا نجاوبوا عليه كيف نجعل من الدستور مركزاً أو مركز الحياة السياسية في البلد؟ الدستور هو نتيجة الديمقراطية، إذا قبل ما نهضر على الدستور المركزية ديالو في الحياة العامة يجب أن نتحدث عن الدستور كنتاج لنظام ديمقراطي. باش يكون الدولة الدستور نتاج لنظام ديمقراطي كاين بزاف الحوايج خصنا نتفقوا عليها. أولا يجب أن تكون هناك قناعة على مستوى مسيري البلد أن الديمقراطية ثقافة ومؤسسات لا تهدد النظام السياسي في المغرب، لأن المغاربة كلهم ملكيون عن قناعة وأن في مغرب 2021 لا يوجد معارضون للملكية، هناك فقط بعض الأصوات الغاضبة بعض الأصوات المختلفة، ولكن لا يوجد أي أحد يعارض بنية النظام السياسي. وربما تقوية المؤسسات الديمقراطية وتقوية الدستور وأفضل وسيلة لإسكات هذه الأصوات الغاضبة، وخنا كلمة إسكات طبعا لا تعجبني. أيضا يجب أن نتوقف جميعا أحزابا مجتمعا مدني مجتمع عن الحديث على هذه القضية الانتقال الديمقراطي اللي هو واحد المفهوم أنا سئمناه جميعا وسئمنا جميعا السماع ديالو منذ عقود، لأن الانتقال الديمقراطي يكون واحد الأفق زمني معين. أنا قرأت على أن إندونيسيا كانت تعتبر ديكتاتورية في 1998 عند سقوط نظام سوهارتو، ولكنها في 2006 صنفتها فريدوم هاوس كدولة ديمقراطية، يعني في 8 سنين داروا تقريبا الانتقال الديمقراطي ديالهم بينما نحن نتحدث عنه منذ عقود عديدة. فيما يخص الطبقة السياسية هي بكل صراحة تقريبا غير موجودة اليوم في المغرب. أنا لست ساذجا أو دونية سيئة التي تبغي يضرب في الأحزاب والحوية القصور، لأن طبعا ما يمكنش تكون تآمن بالديمقراطية بدون أحزاب قوية، ولكن صراحة أن الطبقة السياسية في المغرب بتنازلاتها الصغيرة التي تحولت فيما بعد إلى تنازلات كبرى وفي غياب التوافقات الكبرى اللي تحدث عليها لطيفة، أصبحت هذه الطبقة السياسية ماشي فقط ضعيفة راه كاين مشكل، أنا ضعيفة نمشي ندير شوية رياضة نصحح، ولكن أصبحت تائهة، وهاتي هذا هو أخطر من الضعف، لأن الموجة اليوم عالية على الأحزاب، الموجة سواء موجة الدولة سواء الموجة ديال المجتمع كلها عالية على الأحزاب. الفاعل الثالث وهو الفاعل ديال المجتمع، المجتمع فيه جوج حوايج، فيه الشعب وفيه النخبة. الناس العاديين واخا تيكونوا قاريين وسميتو لا يهتمون لا بالديمقراطية ولا بالدستور،
بكل صراحة، وهذا النقاش هذا يثير عندهم كثير من السخرية والشفقة، وهذه السخرية والشفقة هي التي تؤدي من بعد إلى الإحباط الذي يتحدث عن الأستاذ محمد الساسي. ولكن هناك نقاش لا يقل أهمية على الديمقراطية، وهو نقاش الفكرة التحتية أو البنية التحتية للديمقراطية. البنية التحتية للديمقراطية هي نقاش المساواة، والذي كان يتحدث عليه أليكسي توكفيل، ليغاليتي دي كونديسيون، المساواة في الشروط، سواء المساواة أمام القانون، سواء المساواة أمام ليغاليتي دي شونس، المساواة أمام الفرص أو الاستحقاق، والمساواة الأخرى المهمة وهي المساواة في المكانة. L'égalité de considération أي نضال ضد الحقرة وإعطاء القيمة المواطن. اليوم كان هذا النقاش ديال المساواة موجود في المجتمع. النقاش عند الديمقراطية كان عند واحد النخبة ديمقراطية. مع مرور الوقت أعتقد سوف تصبح الأجندات ديال المساواة وديال المطالبين بالديمقراطية سوف تلتقي، سوف تقوم بالالتقاء لكي تصبح الديمقراطية هم الطبقة الوسطى. هذه الطبقة الوسطى هذه اللي هي في رأيي هي التي تبني الديمقراطية، مازال ما كايناش بزاف في المغرب. وربما عدم اكتمال التحولات الاجتماعية في المغرب هو الذي جعل عدد من المحاولات ديال ديمقراطة المجتمع تفشل في المغرب هذه 5 أو 10 سنوات. تقوية الطبقة المتوسطة هو الهدف الأسمى، وهذه الطبقة المتوسطة لا تعرف فقط بدخلها وبمواردها المالية، ولكن تعرف بمستوى التعليم ديالها، وتعرف بمستوى معرفتها، وتعرف بمستوى وعيها. يجب على النخبة المثقفة الذين تمثلونها أنتم السادة الرؤساء وأعضاء المؤسسات الوطنية أن تواكب بأفكار هذه التغيرات الكبيرة الموجودة في المجتمع. مش أفكار، فكرة. كلنا عندنا أفكار، ولكن خصنا فكرة جامعة مانعة. علاش داكشي أنا فغيمو فرحان وعجبني الحال بزاف نهار اللي قرأت جورنال المواطنة المتجددة، قلت برافو على هاد الناس، هذه الفكرة رائعة جدا، ويمكن أن نبني عليها جميعا نحن كفاعلين مدنيين وكمجتمع وأنتم كنخبة مثقفة وسياسية. نحتاج أيضا أن هذه النخبة المثقفة أن تواكبنا بنضال وكلمة حق وتأطير، لأن هذه الفئات التي تشارك في النقاش اليوم والتي تطمح إلى المستوات، هذه الفئات هذه أو المعبأة على وسائل التواصل الاجتماعي تحتاج إلى مؤسسة مشاركتها، ومؤسسة مشاركتها لا تكون إلا في إطار حزبي موجود بعلامة جديدة ونخبة جديدة، أو بإطار سياسي جديد. أنا متأكد أن المجتمع وتحولاته سوف يقومون بإفرازه اليوم أو غدا أو ربما بعد غد. وشكرا. شكرا سي زكريا. بلاش قد نرجعوا من بعد المتدخلين باش يعملوا تفاعل مع المشاركين معنا في هذا اللقاء. قبل ذلك نبغي فقط نقول بأن من خلال ما استمعنا إليه هناك بعض الأفكار يمكننا نوضعها أمامنا باش نستمروا في النقاش. هناك إقرار ربما بأن هناك عطب حقيقي في الديمقراطية التمثيلية، وفي نفس الوقت هناك عطب في الديمقراطية التشاركية. يعني اللي بقى لنا من المشروع الديمقراطي هو الحفل الانتخابي، وحتى هو ما بقاش حفل لأن غادي يولي مأتم، ما بقاش حفل. ولذلك هذا الموضوع تساءلنا كلنا، تساءلنا كمواطنين وتساءل الدولة، بسائل الفاعلين السياسيين، لأن ربما الغياب أو الضعف ديال المنسوب ديال الأمل اللي كاين الآن في المجتمع تجعل بأن المشاركة المواطنين وبناء المواطنة المتجددة حتى هو توجد أمامه عراقيل كبيرة. ولهذا مرة أخرى احنا طرحنا مركزية الوثيقة الدستورية في الحياة العامة، ولكن لاحظنا من خلال النقاش أنه لواقع هو هامشيات الوثيقة الدستورية في الحياة العامة. لكي ينظم الحياة العامة أشياء كثيرة مختلفة
تقارير، اتفاقات جانبية، الصمت أحيانا على أشياء، هذا هو اللي ينظم الحياة العامة. ولكن الوثيقة الدستورية لأعطاب متعددة بسبب غياب تأويل ديمقراطي للدستور وبسبب غياب نقاش حقيقي حول المسائل اللي جابها الدستور 2011 وبسبب تعثر القوانين التنظيمية المتعلقة بهذا الدستور هذا والاختلالات اللي موجودة في التطبيق ديالو على المستوى السياسي. بسبب هذا كله الوثيقة سنة بعد سنة عوض ما تولي وثيقة مركزية تنحتكم لها جميعا ولات وثيقة هامشية. والأخطر من ذلك اللي كنخافوا منه شخصيا أنا كنعتبر بأن هذا هو الخطير اليوم، هو أننا الآن بدينا كنبتعدوا بطريقة واضحة على حتى فكرة اعتماد الإصلاحات السياسية والدستورية كأساس للتحول. لا، هذا موضوع ما بقاش راهن، ما بقاش عنده واحد الراهنية. الآن خصنا نبحثوا، وهذا مشروع ومعقول وخصو يكون، خصنا نبحثوا على الآليات اللي نخرجوا منها من واحد نموذج فشل ونبنيه واحد نموذج جديد اللي كنأملوا أنه ينجح. ولكن هذا النموذج ما كربطوش واحد الممارسة ديمقراطية القلب ديالها الأساسي هو الدستور. ولكن احنا كنسمعوا اليوم مثلا على ميثاق وطني للتنمية، هذا واللي هو المرجعية الأساسية في الحياة العامة. مزيان يكون، أنا ماشي ضد أنه يكون الميثاق الوطني. احنا في المؤسسات كنا كنفكروا قبل ما نديروا هذه الدعوة للحوار أننا نديروا واحد دعوة لتحرير واحد الميثاق وطني لتجديد العمل السياسي في المغرب. مزيان يكون الميثاق الوطني، ولكن تنظن بأن ما خصو لا يكون في تضاد مع الدستور ولا مناقض للدستور ولا معرقل للتطبيق السليم ديال الدستور، وأكثر من ذلك ما يكونش عرقلة أمام إصلاح سياسي ودستوري في المستقبل. احنا كنعيشوا في واحد الجو اللي كاين فيه واحد، وتسمحوا لي هذه نقولها بطريقه بسيطه جدا، كاين فيه واحد التسليم بان كل اليات السياسيه في المجتمع عاجزه. مزيان، هذا التشخيص عملته واحد العدد الفعاليات السياسيه والثقافيه، عملوه واحد العدد المثقفين، الاحزاب ديالنا ضعيفه، اجهزه الوساطه مخربه، الديمقراطية الداخلية في الأحزاب ضعيفة، تجديد النخب ضعيف. هذا التشخيص كلنا عملناه وكان عملوه، ولكن إلى اليوم ما كاينش واحد تحليل دقيق للأسباب العميقة اللي وصلتنا لهذه الوضعية. احنا كنا كنعرفوا بأن كان المغرب تعرف وجود قوى سياسية قوية وصلبة وعندها مشاريع وكتخلق الأمل ديال التغيير وديال واحد المستقبل افضل. اليوم ما كاينش هذا الشيء بهذا الوضوح، ولكن خصنا نعرفوا علاش، خصنا نحلوا علاش وصلنا لهذا الشيء. يعني ما يمكنناش نوصلوا لواحد النتيجه سهله، هو ان بما اننا ما عندناش الاحزاب التي نستحقها وما عندناش اجهزه الوساطه التي نستحقها، نستغليو على هذه البيعه والشريه كلها ونمشيو لحاجه اخرى. ما يمكنش، وإلا خصنا النادي بإلغاء الدستور. وأنا كنذكر بكلمة وردت في خطاب ملكي، وهي لا ديمقراطية بدون أحزاب سياسية. الانطباع السائد اليوم هو أن الديمقراطية الوحيدة الممكنة هي التي يجب أن تكون بدون أحزاب سياسية. يعني ما يمكنناش نعلموا الأحزاب ديالنا السياسية المسؤولية والمحاسبة والابتكار والديمقراطية الداخلية وتجديد النخب، ما يمكنناش نعلموا هذا الشيء كله خارج العملية السياسية.
يجب أن تتعلم هذا داخل العملية السياسية. إلى 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 إحنا استقرنا على هذا التشخيص المختصر اللي قدمت قبل ما نفتحوا نقاش مع السادة المتابعين، يمكن لي نقول بأنه غادي نقدروا نخرجوا من هذه الندوة ديالنا بواحد الفكرة أساسية، هي العودة إلى مركزية الدستور في الحياة العامة. يجب أن ننجح في أن لا تكون لا التقارير ولا المواثيق سوى آليات من آليات تثبيت وترسيخ الممارسات الدستورية في البلاد، وإلا إلى دين نعملوا منها أشياء موازية أو أحيانا كاع مضادة، فدي نخربوا الحياة العامة ونمشي نحو مزيد من الضعف. النقاش مفتوح أمام الجميع. نعم تفضلوا، شكون اللي طالب الكلمة؟ أيه عندي لائحة ديال الأسماء هنايا، إلا كان يمكن الأخت يمكن الأخت بشرى إبراهيم يمكن لها تفضل. كاين اللي حاضرين وكاين اللي عن بعد، احنا سبقنا الان اللي عن بعد. هل الاخت بشرى ابراهيم موجوده معنا؟ تفضل. السلام عليكم. كنتمنى ان الصوت يكون مسموع مزيان. المداخله ديالي على الوضع الديمقراطي اللي كاين في البلاد غادي تكون تشخيص للوضع الراهن، واللي هو في تدهور مستمر، خاصة مع هذا التقرير ديال النموذج التنموي الجديد اللي جانا، بحيث ان في الموضوع اللي احنا كنستناو انه نعاودو نرجعو الثقة في الأحزاب السياسية وفي المؤسسات السياسية وفي العمل النقابي والعمل السياسي، كنلقاو انه السلام عليكم. كنتمنى ان الصوت يكون مسموع. تفضلي كنسمعوك. داكور. الوغ المداخله ديالي غادي تكون على الوضع الديمقراطي في البلاد، اللي هو كنشوفه حاليا انه في واحد تدهور كبير، خاصه مع هذا التقرير ديال النموذج التنموي الجديد اللي جاء نتيجه زعما انه العمل السياسي ديال الاحزاب السياسيه ما بقاش ياتي اكله. ف نورمالمون الاحزاب السياسيه هي مديوره علاش باش تعطينا هي النماذج التنمويه، وهي اللي تطور لنا البلاد، وهي اللي تعطينا برامج سياسيه ديالها باش البلاد تقدم. طبيعة الحال كانت أسباب باش إن الأحزاب السياسية عندها تراجع، وبالتالي المواطن فقد الثقة ديالو فيها. فنورمالمون في المسار الديمقراطي خصني نتسائل علاش هاد الأحزاب السياسية ما بقاتش كدير الدور ديالها، وبالتالي غادي نرجع للتاريخ السياسي ديال المغرب وغادي نشوف هاد الأحزاب السياسية شنو كان كيوقع عليها باش تراجعت وما بقاتش كتقدر دير المهام المنوطة بها على أكمل وجه، خاصة وإن مسار سياسي في المغرب كان عنده واحد يعني واحد النتائج التي لا يستهان بها. الناس كانت كديسيدي في الوضع ديال البلاد شنو غيكون فيه، وكانت كتجلس اطابل مع صاحب الجلاله وكتقولها شنو خصنا نديرو شنو ما خصناش نديرو، في حين اننا كنلقاوها حاليا او لا مؤخرا ما بقاش كتقدم لنا برنامج سياسي ولا برنامج تنموي اللي هو يقدر يخدم البلاد، والوضع ديال البلاد غادي ويتدهور. فهنايا الحل هو كما قلنا نتسائلوا علاش هاد الاحزاب هادي ما بقاتش كدير، وعلاش الانتخابات ما بقاتش كتعطي الثمار ديالها، وعلاش هادي باش نبقى دائما في النهج الديمقراطي. الحل ماشي هو انني ندير نموذج تنموي اللي هو كيضرب الديمقراطيه عرض الحائط، جاي عندنا واحد اللجنه كي باراشوتي من فوق غادي تقول لنا شنو غديروا شنو ما غاديش ديروا،
مع المطالبه زعما بانها تكون واحد لا بوين دانترسيكسيون ما بينها وبين الاحزاب السياسيه. ايه كاين بوين دانترسيكسيون، ولكن كومون كيفاش غادي نديروا نطبقوا هذا الالتقاء ما بين الاحزاب السياسيه وبين النموذج التنموي، سورتو في واحد لا سيتوياسيون، لان هذيك اللجنه كما قلت الا باراشوتي، ما صوتنا عليها ما رشحناها ما حتى شي حاجه، جوست جينا عقب الاحداث ديال الاحتجاجات ديال الشارع المغربي اللي كان فيه انه البلاد ما فيهاش تنميه ما فيهاش هذه ما فيهاش هذه. فتفاعل مع هاد الاحتجاجات نورمالمون كان خاصنا اولا الاحزاب هي اللي خاصها تكون انترميديير ما بين الطبقه الحاكمه وما بين مواطنين. سانا باي كوكا اخت بشرى الا ممكن تختصي، احنا بغينا الاخوان المتدخلين ما يفوتوش جوج دقائق باش يمكننا نعاودوا نرجعوا لعند المتدخلين الاساسيين. داكور فغادي نكملوا غير على هذا الشيء ديال النهج الديمقراطي اللي هو غادي فيه البلاد، وكما قلنا مركزيه الدستور بهذا الطريقه اللي رحنا ماشيين بها، خاصه هذا القضيه ديال النموذج التنموي، واحد اللجنه اللي جايه ديريكتومون غادي تسير لنا البلاد هذه. كنظن انه ما كاينش نهج ديمقراطي. وبون حنايا كنتمنوا التوفيق في المجال الاقتصادي وفي التنميه ديال المجال الاقتصادي للبلاد، ولكن في مركزيه الدستور ما كاينش شي حاجه من هذا الشيء. بل على العكس كان يمكن اننا نحبدو انه تكون المحاسبه ديال الاحزاب، المحاسبه ديال البرامج ديالهم، وهذا باش يعاود المواطن يرجع الثقه ديالو في الاحزاب السياسيه وفي العمل السياسي. واوليو دو اننا نديرو هاد اللجنه هذه اللي هي اللي غادي تسير لنا الامور، لان ما كاينش دوله كتقدم بلا ديمقراطيه، وما كاينش ديمقراطيه بلا ما يكون الصوت ديال الشعب هو اللي كيقرر لك شكون اللي غادي يكون وشنو غادي يدير، وعنده الحق انه سيرتو يحاسب، لان هذيك الغياب ديال المحاسبه من طرف الفئه ديال الشعب هي اللي كتخلي لنا بلاد. شكرا شكرا شكرا. تفضل الاخ. لكن يجب أن نستحضر يعني طبيعة العلاقة والتراتبية التي يجب أن تكون بين هذه المرجعيات. يعني هناك مرجعيات كثيرة ومتداخلة، مرجعيات تاريخية، الدين الإسلامي، الإرث المخزني، التقاليد المغربية، المرجعية التعاقدية التي يجسدها الدستور، مرجعيات أخرى، الخطب الملكية تشكل مرجعية، المرجعيات باعتبارها يعني توصيات أو مخرجات للحوارات والتقارير الوطنية، تقرير الخمسينيات، تقرير هيئة أو لجنة النموذج التنموي الجديد، هيئة المناصفة، البرنامج الحكومي اللي هو أيضا يجب أن يكون مرجعية وله
ربما من حيث المشروعية يعني قاعدة قوية، لأنه لصيق بالدستور ولصيق بمبدأ الانبثاق الديمقراطي للسلطة التنفيذية. إذن ليس هناك لبس إشكالي فيما يتعلق بمركزية الدستور في الحياة العامة. المشكلة من منظور المتواضع هي في السياق السياسي الذي واكب تنزيل الدستور المغربي، كما قال الأخ وأنا أقول دائما هذا، الدستور والوثائق القانونية بصفة عامة هي انعكاس لموازين القوى القائمة في المجتمع. لكي ينزل دستور 2011 بنفس روح 2011 يجب أن تتوفر يعني الظروف السياسية التي كانت موجودة في 2011. الدستور يجب أن يبقى دائما مرجعا إذا شئنا. نعم سأختم لأن ربما هناك الكثير مما يجب أن يقال. مسألة تعطيل الدستور، سئلت قبل قليل من أحد الحضور عن بعض مواد الدستور المعطلة، فقلت بكل عفوية الفصل 47 من الدستور، ظاهرياً الفصل 47 من الدستور نطبقه، حيث أن رئيس الحكومة يعين من بين زعماء الحزب الذي ستصدر انتخابات مجلس النواب، لكن عملياً النظام الانتخابي يعطل هذا الفصل ويعطل في نفس الوقت الفصل الأول. نظام الحكم في المغرب مبني على الملكية الدستورية البرلمانية والاجتماعية، وبالتالي هنا يجب أن نتساءل، وأنا دائماً كنت أقول هذا، أن إصلاح النظام الانتخابي لا يقل أهمية عن الإصلاح الدستوري، لأن بالانتخابات ننزل الدستور. شكرا. لكي أختم أريد أن أنبه إلى ضرورة الحسم في مسألة الطبيعة السياسية للنظام الانتخابي. النظام الانتخابي النموذجي المثالي تقريبا غير موجود، لأن يجب أن تتوفر فيه وظيفتان متضاربتان، الفعالية السياسية وهي إفراز أغلبية منسجمة متماسكة قوية، وهذا ما يحدث في بريطانيا وفي الولايات المتحدة الأمريكية وفي الديمقراطيات الراسخة، ومطلب آخر وهو العدالة التوزيعية أو العدالة الانتخابية التي تجرنا إلى نماذج أخرى من بينها يعني هولندا وبلجيكا، لأن لديها يعني تشكيلة وطنية طائفية لغوية ثقافية إلى غير ذلك. نحن لا نحتاج إلى هذا، يجب أن نحسم هل نريد الفعالية السياسية نمط اقتراع أو هناك إشكالات أخرى، لكن أحترم. شكرا. ونعود ننبه الإخوان المتدخلين سواء من داخل القاعة أو من خارج القاعة بأن التدخلات محصورة في دقيقة أو دقيقتين، لأن وإلا دي يولي كل شيء متدخل أساسي. فدين نزيد جوج متدخلين، تسمح لي عفاك، واحد من خارج القاعة واحد من القاعة، ودين نجي لعندك. كان شي حد كاين زكريا بن دالي معنا؟ زكريا بن دالي في اشهاري انتصار المرابط. أستاذ صباح الشبيبي تفضل في دقيقتين إذا أمكن، باش نبقى في الوقت المسموح به لنا. تكلمي أخت انتصار المرابط. صباح النور الجميع.
تحية طيبة للأساتذة والكرام والأستاذة. إنه لشرف عظيم أن يحضر الإنسان أو يساهم في هذه الندوة الفكرية المنظمة من طرف مؤسسات فكرية وطنية كتحمل أسماء أهرامات الفكر والسياسة والنضال: علال الفاسي، علي عتام، محمد بن سعيد، أبو بكر القادري، محمد بن الحسن الوزاني، عبد الرحيم بوعبيد، وعبد الهادي بوطالب. وبالنسبة لموضوع الندوة، أرى أن راهنيته دائمة ومتجددة في الدول اللي حققت أشواط في الديمقراطية، وبالأحرى التي لا زالت لم تستقر على أي رأي في هذا الشأن. وبخصوص مركزية الدستور في الحياة العامة، فهذا عماد أساس للديمقراطية، ولكن لكي يكتسب النص الدستوري شرعية حقيقية علينا أن نعيد طرح السؤال لكي يبان لي أنا أساسي هو من يصوغ الدستور. وشكرا. شكرا. كان السي العوني يطلب لي كلمة، تفضل. شكرا. حتى لا أطيل، أود طرح ثلاث أفكار. الأولى بسرعة: الدستور هو مؤسسة المؤسسات في النظام الديمقراطي، فهو مرجع للحكم ومرجع للحكم. الأربيتر تيخصو يكون عنده مرجع، ممكنش يخرج عليه. إذن بهذا المعنى يمكن أن أقول بأنه الدستور في المغرب لم يكن أبداً مركزياً في الحياة السياسية ولا في الحياة العامة بهذا المعنى. وهذا تطرح لنا أشنو باش يتطرح باش يولي الدستور مركزي. هو إحنا ما كنعيشوش أزمات متداخلة سياسية اقتصادية اجتماعية فقط، نعيش أزمة غياب الديمقراطية، ماشي أزمة الديمقراطية بحال اللي قال أحد المتدخلين، لأننا لم ندخل بناء هذه الديمقراطية إلا في الأوراق. وبالتالي لا ينبغي أن نرمي الطفل وماء غسيل الطفل بالقول بأنه ينبغي أن نتوقف عن الحديث عن الانتقال الديمقراطي. الانتقال الديمقراطي ما وقعش، وخصنا نبقاو باش نوقعوا باش نحققوا الديمقراطية، خصنا الانتقال الديمقراطي، وإلا كنقولوا كنلغيو الديمقراطية من الفكر نتاعنا والممارسة نتاعنا. تفعيل الدستور هو المطلوب ماشي التنزيل، لأن هذه القضية نتاع التنزيل راه عندها معنى إيديولوجي، ولكن أيضا في الممارسة عندنا مشكل. ماشي الدستور شي حاجة الفوق وغادي نبقاو ننزلوا فيها كما لو أنها آيات قادمة أو وحي أو إلى آخره. لا، هذا الدستور خصو يكون مؤسسة ضمن بناء ديمقراطي، وخصو يتفاعل ونفعلوه في إطار التفاعل مع باقي المؤسسات وفي ممارسة سياسية واقعية فيها المحكمة الدستورية هي اللي كتحكم لنا على ذلك المبادئ واش كاينه ولا ما كاينش. ثم نحتاج اليوم ليس فقط لتعديل الدستور، وقال الأستاذ القادري في افتتاح هذه الندوة كلمة مهمة، وهي أنه الناس يتوجسون أو يسخرون من مثل هذه الدعوات للحوار لكذا، وأيضا من تغيير الدستور. أنا أتذكر هنا بعض الوجوه التي عاشت معنا حركة المطالبة بالدستور الديمقراطي: أستاذ إسماعيل العلوي، أستاذ لطيف أبو حسيني، الصالحي، يمكن حتى إدمينو، هذو اللي كنتذكر كانوا معنا في المعمعة، وطبعا كانوا معنا وآخرين عن بعد. راه كانوا الناس كيضحكوا علينا في 2002-2004 لأننا طرحوا تغيير الدستور، وإذا به فاش جات حركة 20 فبراير والناس طرحوا مطلب الدستور، ولو كل شيء بعض القوى وحتى اليمين اليمين إلى آخر مع تغيير الدستور، ولكن ماشي تغيير الدستور بحال اللي كان كيطرحوه القوى الديمقراطية طيلة التاريخ
استقلال المغرب، وحتى قبل ما ننساوش بان في 1908 الناس طرحوا الدستور ونموذج الدستور في المغرب، فبداو تيديروا لنا تغيير الدستور، ولكن لا انتم كتطلبوا بشي دستور نتاع شي دوله الى اخره. وهذا الشيء ساهم نقطه بنقطه وخطوه بخطوه ساهم في اننا نوصلوا لذاك الدستور اللي يتضمن، ما يمكنش نقولوا غير التأويل الديمقراطي الذي ينقصه، لا، أيضا يتضمن فصولا لا تبيد ديمقراطية، وماشي غير مشكلة التأويل فقط، كاين مشكلة التأويل نتفق، لكن أيضا الدستور كان خالطا، وشرط السادة لطيفة إلى هذا الجانب وهو مهم. إذن المطلوب الآن في أي خطوة يريد الفاعل، أي فاعل في المغرب ماشي غير السياسي، أن يتجه إلى المستقبل، أن يربطه بالمطالبة بتغيير الدستور وليس بالتفعيل أو التنزيل أو ندير شي اتفاقات أو ميثاق أو كذا. تغيير الدستور إلى بغينا يكون مركزي. وشكرا. شكرا. أن نعطي الكلمة الأخير متدخل من الخارج فد الفترة هذه اللي هو ياسين عليا. ياسين عندك الكلمة. ياسين كتسمع؟ اسمح لي. الو السلام عليكم. اسمح لي عافاك سيدي، انا كنت هزيت يدي قبل ياسين عليا. صباح الخير. شكرا جزيلا للفرصة هذه. تحية لجميع المشاركين سواء الحاضرين أو عن بعد. أتدخل في هذا الإطار هذا لأنه هذا اللقاء هذا يتحدث عن تجديد المواطنة، وأعتقد شخصيا أن تجديد المواطنة هو أمر يتطلب تجديد النخب، وتجديد النخب هي واحد الآلية تجديد النخب سواء على المستوى السياسي أو على المستوى الاقتصادي. وهنا لا بد من الإشارة إلى أمور هامة خصوص مسألة تجديد النخب وتعطل هذه المسألة ديال التجديد في المسار ديال الممارسة السياسية هنا في المغرب. أعتقد شخصيا في مقاربتي للأمر أن القوانين الانتخابية التي تفشل أو تفرغ الممارسة الانتخابية من عمقها الديمقراطي هي التي تسببت في إضعاف وإفشال الآليات ديال الوساطة التي تحدث عليها الأستاذ لطيف أبو حسن، سواء المتعلقة بالأحزاب السياسية أو النقابات. فلو أن القوانين الانتخابية كانت قوانين تتيح ممارسة ديمقراطية حقيقية، لو أنها كانت تتيح هذا الأمر هذا أوتوماتيكيا، هناك أنفي دونترينو، يعني هناك أثر سينتقل بالضرورة إلى الأحزاب السياسية وإلى مؤسسات الأخرى، الجمعيات أو حتى النقابات. فالعطب هو عطب متعلق بالجوهر ديال الممارسة، بجوهر عملية الانتخاب، وبالتالي لا يمكن أن نصلح هذه المؤسسات الوساطة الديمقراطية، لا يمكن إصلاحها في ظل قوانين مثل التي تمارس فيها العملية الانتخابية. ثانيا، واحد المقاربة أخرى متخصصة أو لا تتعلق بمسألة الدستور 2011. أنا شخصيا أتبنى الطرح ديال التطبيق الحقيقي للدستور وفق ما جاء به، الإفراغ الدستور من المحتوى ديالو الديمقراطي اللي هو عليه علامة استفهام، واللي الجميع ممكن أنه يعدد النواقص ديالو، غير أنه في واقع الممارسة ديال الفعل لا يمكن أن يكون الدستور إلا نتيجة ديال التوافقات وديال موازين القوى. ربما أي إقدام على أي محاولة لإصلاح هذا الدستور أو تغييره ستكون انتكاسة حقيقية وتراجع في خضم واقع يتميز بالتراجعات على مستوى الممارسة ديال الفعل السياسي، على المستوى الديمقراطي، وعلى مستوى الحريات. فلا نتوقع نهائيا أن أي مراجعة لدستور 2011 ستأتي بدستور أكثر تطورا وأكثر انفتاحا وأكثر ديمقراطية، بقدر ما أنه سيشكل
خطوة أو خطوتين إلى الخلف تعيدنا إلى ما قبل أعتقد دستور 1992. هذا كل ما لدي وشكرا على التقبل. شكرا. شكرا. نحن شفنا ثلثين ديال الحياة ديالك أكثر ما شفنا الوجه ديالك الكريم. إذا سمحتوا غادي نعطي الكلمة للأستاذ عبد الله حمودي. لا غادي نرجع نرجعوا ولكن نعطي الكلمة للسي عبد الله حمودي لتقديم شهادة في هذا الموضوع الذي نناقشه اليوم. تفضل السي. خمس دقائق. في هذا الموضوع هذا. إيه. استسمحكم. صباح الخير. أنا مسرور جدا بهذا اللقاء اللي كنت سنه في الحقيقة، هذه المؤسسات كلها كاينة ولكن كل مؤسسة عندها البرنامج ديالها عندها الخطاب ديالها. وكنت سأل دائما لو كنت دافعت الجهود هذه سنين هذه المؤسسات غادي يصبحوا قوة فاعلة، ولكن شي باش ما كاين اللي لازال على صلاح كما كيقولوا. من هنا القدام يمكن تولي، لان هذا المؤسسات هما من صميم المجتمع المدني، واذا تكلمنا عن الديمقراطيه الواقعيه يعني هذه المؤسسات خصهم يصبحوا قوه فاعله تطبيقيا، لان هما كيجسدوا الاختلاف في الافكار والمرجعيات، وكيف نفس الوقت كيجسدوا القوة الكامنة لتوافقات أو لصالح العام لمناقشة المواطنة. فطبعا هذا فكنقول إنه هذه المؤسسات أنا طبعاً ملتح لها واشتغلها سنين هذه، وكنت تبعها بقراءة وكان صفق المبادرات ديالها كما كانت مرجعيتها سياسية أو دينية أو أخرى، اللي هو أنها في كل بلاد كيكون واحدة صورة اللي هي نمطية كتلقاها. مثلاً هذه المؤسسات تطلب أحزاب طبعا، ولكن الميدان ديالها كيمكن لها تعطي شي حاجة أخرى من غير البرنامج ديال الأحزاب، ماشي ضد الأحزاب لكن تخصيب الأحزاب، تخصيب لأن هم هي مندمج مستقلة على الحكم وعلى البرنامجات السياسية، إذن خاصها تكون عندها استقلال نسبي على الأحزاب اللي هي لها. وهذا كيعطي حاجة أخرى هي أن المثقفين ديال الأحزاب ولا ماشي ديال الأحزاب يمكن يندمجوا فيها في النقاش وتصبح قوة فاعلة فكريا اللي هي كتأثر على القيادات الحزبية باحترام وبتبادل كله. فأنا ملتح. النقطة الأخيرة الثانية هي التطبيق. أنا ماشي مختص في القانون الدستوري، أنا عارف دولي عليه في هذا النقاش هذا. الوثيقة الدستورية هي تطبقت بعض الجوانب وما تطبقتش جوانب أخرى، لازم ندرسوا الجوانب فين طبقت. من الجوانب اللي أنا قيدتها عندي طبقت هي تعيين الوزير الأول من اللي قاد اليوسفي الماندا ديالو، تعيين جتو، وتعيين جتو هذا تطبيق للدستور، والدستور كيقول الملك يعين الوزير الأول، الملك اختار يعين الوزير الأول من واحد الحزب اللي هو ما كانش عنده الأغلبية ديك الساعة.
ها؟ خارج الأحزاب. اه هو ما ولا مرتبط بشي بشي هذا، لأنه ما مرتبطش بالأحزاب. شكرا يا أستاذ. وكان يمكن لي عين واحد آخر أو واحد أخرى، سمحوا لي قلت واحد آخر أو واحد أخرى في ذاك المنصب. إذن واش كاين شي اجتهاد من الناس رجال والنساء ديال القانون الدستوري اللي يعطي رأيه في هذه القضية؟ لأن هذا هو القانون، القانون كيدرس بالآراء ويكتب فيه. واش كاين شي حاجة في الأبواب الأخرى ديال الدستور ونسخ الدستور اللي هي كتبين بأن هذاك التعيين كان ميول خاص أو لا كان ميول مطابق لروح الدستور؟ هذا هو القانون رجال ونساء القانون الدستوري، لازم يكتبوا هذا الرأي، وهذا الرأي يبقى ملحق في المناقشة. وثانيا من بعد يمكن يشوفوا مع يتعاملوا مع الأحزاب والنقابات وهذا، ويقولوا كيفاش يكون تكميل أشياء مراسيم تكميلية للدستور، لأن الدستور ماشي مقدس، ماشي 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 بحال الكتاب المنزل. الدستور كيمكن قبل من تعديله كيمكن تكون ملحقات اللي تكون عندها صفة قانونية لأنه صوت عليها البرلمان، أو كاين مساطير باش يولي ملحق. وهذاك الملحق يقدر يقول من الآن فصاعدا التعيين يكون من الحزب الحاصل على أغلبية الأصوات أو مسطرة أخرى. ولكن هذا مر، هذا التطبيق مر بدون نقاش مثلا، وكاين تطبيقات أخرى مر بدون. النقطة الأخيرة هي مثلا ما هي موقع الخطابات الملكية من نص الدستور؟ والخطابات الملكية عندها مرجعيتين، عندها مرجعية دينية شاملة وعندها مرجعية سياسية. ما هي الموقع الخطابات السامية؟ هل يمكن أن تناقش؟ هذا سؤال. شكرا سي عبد الله، شكرا. في الواقع النقطة اللي شرتي لها ديال الدور ديال المؤسسات مهمة بزاف. احنا بصفة عامة الدعوة ديالنا لهذا الحوار هي واحد تعبير على إرادة ديال واحد المساهمة وحدوية، ولكن مساهمة إيجابية. احنا بغينا أن التقرير ديال النموذج الجديد للتنمية بغض النظر على المضامين ديالو والاختلافات اللي يمكن تكون في الاختيارات ديالو في الأولويات إلى آخره، بغض النظر عن ذلك كله، احنا بغينا إلى بلادنا هذه تعمل واحد تحول أساسي ليرجع الأمل للشباب ويرجع القدرة للمشاركة للمواطنين، احنا معاه وحنا بغينا أننا نمشيو في هذا التوجه. ولكن في نفس الآن احنا ما بغيناش نوليو مجتمع التقارير فقط، كون مجتمع اللي مستند لواحد المرجعية، واحد الوثيقة مرجعية أساسية هي الوثيقة الدستورية، وفيها خصنا نوضعوا كل الأشياء اللي غير قابلة للتراجع واللي على أساسها كنبنيو المستقبل. والمساهمة ديال هذه المؤسسات هي مساهمة في النقاش والحوار. احنا ما كننوبوش على الأحزاب السياسية وما كنمثلوهاش في نفس الوقت، احنا واحد تنعملوا واحد المجهود اللي هو مجهود مواطن، ومجهود اللي تحاول يكون بالأساس مجهود فكري للدعوة للحوار والنقاش العمومي، وأنه نغيره من العلاقة الموجودة اليوم اللي هي علاقة عمودية بين الحاكمين والمحكومين، وترجع علاقة أفقية كيساهم فيها الجميع وبنفس درجة من الحماس والوعي. هذه نرجع للمتدخلين. الأستاذة أمين ماء العينين طلبت الكلمة، ونرجع من بعد لإخوان آخرين.
شكرا سيد الرئيس، أتمنى أن الصوت يكون مسموع. مسموع الصوت. صباح الخير، شكرا جزيلا سيد الرئيس لإعطائي فرصة التدخل. فاطمة زهرة ماء العينين، على المكتب التنفيذي لمؤسسة عالياتا، وطالبة سرق الدكتوراه تخصص القانون الدولي الجنائي. أنا ما بغيش نتحدث نرجع لمسألة الدستور بواحد يعني شكل كبير، لأنه الأساتذة قبل مني الأستاذات دخلوا في هذا الموضوع، غير هو تفاعلا مع النقط ديال الورقة اللي توصلنا بها، عندي بعض النقط بغيت نشاركها معكم. أنا في اعتقادي أنه عندنا واحد مشكل كبير في المغرب، وهو تراجع كبير واستهداف خطير بكل ما تحمل الكلمة من معنى للمجتمع المدني. المجتمع المدني هذا الأخير الذي كنا نباهي به الأمم على الأقل في شمال دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط، إضعاف هذا المكون واستبداله بمؤسسات وطنية أو دستورية بين قوسين ضعيفة متمخزنة، بالتالي غابت المؤسسات الموازية التي كانت دائما تشكل ذلك التوازن في الدولة، وبالتالي تشكل صدام الذي على الأقل كان يعطي نتيجة بطيئة، نتيجة سريعة، كبيرة، صغيرة، مهم كنا دائما في واحد الصدام مع الدولة، في الأخير كنوصلوا النتيجة. ارتباطا بالحراك الشعبي ودستور 2011، لولا هذا المجتمع المدني القوي لما كان المغرب شكل استثناء في الحراك الشعبي أو في الثورات الشعبية اللي وقعت في تونس ومصر وسوريا وليبيا إلى آخره. قوة هذا المجتمع المدني هي اللي خلت أننا المغرب شكل استثناء. طبعا يجب استحضار أن هذا المجتمع أيضا خرج من رحم دياله الكثير من التغييرات التي طبعت تاريخ المغرب المعاصر، من انفراجات 1993، المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، مسلسل العدالة الانتقالية في 99، هيئة الإنصاف والمصالحة في 94، وكما قلت قبل ذلك يعني سلسلة الانفراجات اللي عرفها المغرب، يعني انفراج عن المعتقلين تزمان مارت إلى آخره، أقدز مكونة إلى آخره. أنا بغيت نسترجع واحد المثال، كنت في 2008 وكان عمري 20 سنة، وكنت مشيت لإيطاليا باش نقدم عرض حول مسلسل العدالة الانتقالية في المغرب مع بعض الدول المغاربية، وأنا كنقدم هذا العرض مع واحد الشخص، كان معنا شخص هو دابا ترشح مؤخرا للانتخابات التونسية، قال لي فين كملت كيدور عندهم كيقول لهم هذا المغرب فارت، برسلي لنا بنت صغيرة كتعطينا درس مسلسل العدالة الانتقالية، دليل قوة على أن المجتمع المدني عندهم قوي جدا، وياريت حنا يكون عندنا واحد الشباب اللي متقدم كبحال هذه الدولة، خصوصا كنتكلم في الشق اللي عنده علاقة بالمجتمع المدني. النقطة اللي بغيت نشير لها أنه في تقديري عندما نتحدث عن المناخ الإيجابي لاستقبال التطورات والتحولات المستقبلية، أستحضر واحد النقطة مهمة، وأنا أتمنى على هذه المؤسسات الوطنية التي تحمل رموز نفتخر بها، رموز كبيرة نظرت من أجل ما نحن عليه الآن، مناهضة خطاب العنف والكراهية والعنصرية. إحنا كشباب في وسائل التواصل الاجتماعي هناك مظاهر كانت، ما كنقولش ما كانتش على الأقل مؤخرا، ولكن طفت على السطح بعد ظهور وسائل التواصل الاجتماعي، هناك عنصرية أصبحت ظاهرة بشكل كبير وتسود، وحقيقة خاصنا نشتغل على مسألة القطع مع سياسة تفرق تسود. أنا شمالي، هذا صحراوي، هذا شلح، هذا عروبي، هذا فاسي، هذا إحنا، هذا وإحنا ملاك خيم ديال المغرب، أنتم هما اللي تابعين لنا لهذو، دونك خاصنا شوية القطع مع هذا الموضوع. هذا داخل في ذاك المناخ الإيجابي اللي غادي يستقبل هذه التحولات اللي إحنا نطمح إليها، الاختلاف الإثني، الاختلاف اللغوي أيضا. أنا نختم دابا، وخصوصا أن نحن مع مؤسسة تحمل هذا الرموز. مثال أيضا، أنا في واحد النهار في حفل العشاء كان عندي في المنزل ديالي، كان معانا واحد السيد، ملي كيشوف التصويرات ديال
اتحدث سو لو كونترول ديال الاستاذ على السيد ولا اسماعيل العلوي لانه كيعرف هاد الامور بشكل جيد. ملي كنشوف التصويره ديال الشيخ محمد الامام بن الشيخ ماء العينين وهو شيخ عالم عنده مرجعيه دينيه 100% كيشوف المهدي بن بركه اللي هو رمز يساري ثوري عالمي نجم في ذاك الوقت كينوض وكيجي كيسلم عليه وكيتحنى عليه. فهذا كيعطي واحد ان قلت لي هذا هو المغرب. لم يكن هناك اسلام سياسي، لم يكن هناك يسار غير متجانس ومتصارح مع نفسه، كان فقط مغرب نقطه فقط. شكرا. شكرا جزيلا. اذا سمحتوا غادي نرجع للمتدخلين الاساسيين للتفاعل مع تدخلاتكم، ونطلب من الاستاذه لطيفه البحسيني تبدا كيف بدات في الاول تبدا الان في الختام. نعاود نرجع لهم. في الحقيقة يعني كاين كثير من الإشكالات اللي مطروحة، الأسئلة اللي طرحات. أنا غير التفاعل مع الصديق العوني، المطلب على دستور ديمقراطي وعلى تغيير الدستور على أساس أنه يكون دستور ديمقراطي، شكون اللي غادي يختلف معك؟ ما غيختلف معك حتى شي حد. المشكل اللي كاين اليوم ما عندك شكون اللي غيطرح هذا المطلب هذا، باي اليات، فين هي الاحزاب؟ الاحزاب راه السي الاشعري تناول جزئيا تيطرح السؤال هذا العجز منين جاي. هذا راه خصنا فيه اعمال بحثيه اكاديميه تيدخلوا فيها الباحثين في السوسيولوجي بوليتيك مؤرخين الى غير ذلك باش نعرفوا هذا. ولكن احنا غير كمواطنين متتبعين تنعرفوا انه ارتكبت اخطاء سياسيه وخطايا كبيره ولم يتم الاعتراف بها والاقرار بها. ثم هناك تحولات عميقه داخل المجتمع اللي اثرت على عمليه تجديد النخبه السياسيه واللي هي فالته من يدينا، سي با ايفيدون، وخلينا الوقت يدوز بالتالي ولا صعوبه ديال التدارك ديالها. هناك احزاب اللي ممكن اليوم تنقد نفسها بالمراجعات الكبرى اللي خصها تقوم بها، ولكن هناك احزاب انا اعتقد انها صافي دازت للضفه الاخرى وما بقاش كاينه امكانيه ديال انها تنقد نفسها. مقابل ذلك كاين هناك غليان عند شباب امثال زكريا وامثال يوسف، كاين غليان عند الشباب في ديناميات مختلفه بخلفيه سياسيه، اعتقد هادو هما اللي ممكن نعولوا عليهم في المستقبل. نعولوا عليهم باي معنى؟ لانه راه ما يمكنش نديروا التغيير راه قال السي بلال، راه التغيير ما تيدارش يعني بواحد النوع الاراديويه، راه خاص الضغط على ميزان القوى السياسيه. اعتقد ان هذا راه صراع، ماشي زعما مساله ديال انه الناس غيهديهم الله وغير، هذه مساله ديال صراع سياسي. ضيور لحظات كثيره النظام، اسمحوا لي نقولها بهذه الطريقه، النظام حتى تكون ازمه عاد تعترف السكته القلبيه ورحنا عارفين هذا. ثم غادي يجي من بعد القضيه ديال المبادره الوطنيه للتنميه البشريه من بعد موقعات احداث الارهاب، الناس يطالبوا باصلاح دستوري مو محتشم كان انذاك ولكن احتاجت حركه 20 فبراير، ثم مؤخرا النموذج التنموي من بعد حراك الريف للنظام على الهرم ديالو تيقول لك راه كاين فشل ديال النموذج التنموي لان كاين حركات هذا، ولكن المشكل باغي يفرض بالطريقه ديالو بالشكل ديالو وتيلتفوا عمليا هذا، ولكن لنعيد القره مره اخرى يعني ما تنسوش الجوهر الاشكال. الان هذا الشيء حنا متفقين عليه وتنعرفوه. انا تنقول لك باش غادي دير هذه العمليه ديال التغيير، انا بكل وضوح تيبان لي القضيه صعبه بزاف. غير باش نبقاو متشبتين بالامال، يجب ان نستمر في تنظيم منتديات النقاش والحوار ونمشيو يعني المناطق، ودابا الامكانيات التكنولوجيه تسهلنا هذه العمليه، باش انا تنقول باش الشباب يعرفوا ان الغضب يجب ان ينتقل من فعل سلبي الى عرض سياسي، وان الدوله تعى بانه اخطر ما يمكن لها تعمل هو انها تبخس العمل السياسي. الناس راها باش تتبني اداه حزبيه راه تضرب تماره، راه تضحيات كبرى، راها عمل جبار، راها مجهودات قد الخلا، وراه كونك تبني حزب راه عمليا تتعطي دليل على انك مجتمع يتفاعل بشكل مدني، بشكل حضاري، بشكل ينبذ العنف، بشكل يطور الحياه السياسيه، يطور العرض السياسي. الدوله اليوم تيبان ان هاد التراكم اللي تبنى على مراحل وبتضحيات عمليا ما عندها غرض فيه. اذا انا تيبان لي خص العمل مع الشباب، خص العمل
العمل مع الأحزاب اللي بقى مستعدة تنقض نفسها ماشي تبقى مستمرة أنها آلية ديال الريع لأنها دي الحقيقة، وأن الدولة اليوم مطالبة يعني بتقدم بعض الإجراءات الاستعجالية، منها أن هذا الانتخابات ديال غدا منها هذه الانتخابات ديال الغدة يجيبوا الضرب على أيدي الفاسدين. ما ممكنش يبقاو يترشحوا الناس مجرمين، الناس معروفين بالسوابق الإجرامية ديالهم بما في ذلك في العملية الانتخابية. راه ما يمكنش تتهبط للنموذج التنموي وتشتغل على النموذج التنموي وفي نفس الوقت تدوز تحايل على العملية الانتخابية بالطريقة اللي احنا سنعرفوها. شنو هي الطريقة اللي سنعرفوها؟ هو أننا نمسوا في الصميم العملية ديال الانتقال الديمقراطي، حيت حنا ماشي في الديمقراطيه باش ما نبقاوش نكذبوا على راسنا. حنا يلا كنا تنقولوا غادي نبداو المسلسل، راه تسميوه المسلسل يعني على مراحل. اذا ما خصناش يعني بيان سور كاين عناصر الاحباط، ولكن في نفس الوقت انا تنقول الامل هو اننا هاد الديناميات الشبابيه اللي كاين خص التفاعل معها على اساس انه يجب تحويل الغضب من فعل سلبي الى عرض سياسي ايجابي. شكرا، وشكرا على النغمة المتفائلة الأخيرة. نبقاو في العمل المستمر والتشبت بالأمل والتشبت بالعمل المشترك مع الناس ومع الشباب، لأن هذا هو الأفق الوحيد الممكن. أعطي الكلمة للأستاذ يوسف بلال. طيب أنا بالنسبة اليوم إلا كنا كننطلقوا من واحد الواقع اللي هو أننا في نظام سياسي مزدوج بمعنى أنه في الأساس نظام بحكم الشرعيات اللي مبني عليها أو جزء من هذه الشرعيات هي شرعيات غير ديمقراطية، لأنها إما ممكن تكون شرعية فقهية أو شرعية اللي عندها يعني هذا البعد ليس فقط تاريخي وأعلى من التاريخ. وكاين جزء آخر من طبيعة النظام السياسي هو الفضاءات المشاركة الديمقراطية، وهذه الفضاءات ديال العمل الديمقراطي هي ماشي قارة ومستقرة، ممكن لها تنقص أو ممكن لها يكون توسيع ديالها. ولهذا الإشكال ديال اللي كان قبل ديال الكلام حول الانتقال الديمقراطي، وبعد كان كلام حول التحكم، حول يعني هذه القضية لا زالت مطروحة ولا زالت مستمرة. والمفارقة وأن تقرير الخمسينة كان يعترف بذلك في محاوره السياسية، كان يعتبر أن لا زالت الإشكال ديال الصراع السياسي اللي هو اللي كان المهيكل الأساسي والمحرك الأساسي لتاريخ المغرب من استقلال إلى أيام تحرير تقرير الخمسينيات. وكذلك كان يقر بأن المغرب كان لا زال بالنسبة للنظام السياسي ديالو لا زال غير واضح، وأن لا زالت الأمور مفتوحة وتحتاج إلى تقدم وتغيير. كنظن أن الإشكال كذلك مرتبط الآن التموقع في هذا النظام السياسي من طرف المجتمع من سمع الفاعلين السياسيين. كاين تقريبا ثلاثة ديال مكونات أو ثلاثة ديال التصورات. التصور الأول هو اللي كيعتبر أن النظام السياسي كما هو ماشي هو الإشكال، وهو تقريبا الطرح اللي جا به تقرير ديال النموذج التنموي. يعني عندك ممكن يكون جزء منها أحزاب سياسية أو ما يسمى وكذلك مما يسمى التقنقراط، أو يجيب شخص ما عنده حتى شي علاقة بالحزب السياسي او بعدا ويتم تلوين ديالو. شفنا هذه الظاهره هذه، وان انطلاقا من هذا التصور اللي هو كيركز اساسا على خطاب النجاعه، كيقول لك الاشكال ماشي في التغيير السياسي وانما في التنفيذ للقرارات التي تتخذ من طرف
المؤسسة الملكية، والإشكال فقط تحتاج إلى كفاءات وأشخاص اللي عندهم القدرة أنهم ينفذوا هذه القرارات بالشكل الأنجع. كاين هذا التصور هذا ومن ضمنهم، وكاين داخل حتى الأحزاب السياسية اللي عندها هذا التصور، فبالتالي ما كتعتبرش أن الحزب السياسي عندها دور في تغيير طبيعة النظام أو في تغيير المجتمع. التصور الثاني هو الرفض، وأقول لك إحنا ما كنعترفوش بهذا التصور هذا، وأننا عدم المشاركة تبرر من طرف هذه الفاعلين، مثلا خلصتي حركة العدل الإحسان ولا خلصتي بعض مكونات اليسار، أن المشاركة معنيتها أنك تشرعين هذا النظام، فبالتالي كتكون إما كتنظم احتجاجات فاش كيكون المجال مسموح، إما حتى ربما كتكون نفسك كمجتمع مضاد إلى آخره. المهم هو أنك ما هو رفض المشاركة. وكاين التصور الثالث هو اللي كيعتبر بأن إشكال ماشي فقط في التنفيذ، وإنما في طبيعة النظام السياسي وفي إصلاحات سياسية. ولكن هنا الإشكال اللي كيتطرح هو هذه الأحزاب السياسية اليوم وربما المكونات المجتمعية والفكرية اللي كتكون معها، اللي هي الأساس المنبثقة عن الحركة الوطنية، ولكن فيها مكونات أخرى جديدة نسبيا بحال العدالة والتنمية إلى آخره، وبعض المكونات ديال الحركة الإسلامية، هو أن الـ 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 هو في بعض الأحيان عدم وضوح الرؤية، لأن ما يمكنناش اليوم نقول بأن المشاركة بحد ذاتها هي التي تساهم في توسيع الفضاء الديمقراطي، حيث احنا مشاركين كنفوز الانتخابات وكنشاركوا في حكومة وفي المؤسسات صافي بحكم هذا الحضور رحنا كان لا، كيخص واحد التصور وخص واحد الرؤية واضحة والمعايير. واش حنا اليوم اذا كانت احزاب سياسية كتشارك وما بقاش في الحالة اللي كانت ديال او التصور اللي كان من قبل انها كانت عندها شروط بالنسبة للمشاركة، واش اليوم هل يمكن على الأقل أن يتم توضيح هذه الرؤية السياسية معنيتها انطلاقا من هذه المشاركة ديال الأحزاب السياسية أو هذه المكونات داخل المؤسسات لا البرلمان ولا الحكومة، عمليا كيفاش كتساهم في الهدف الأسمى؟ واش عندها شي هدف أسمى من غير المشاركة، ولا المشاركة ولا الهدف حد ذاتها، أو عندها هدف أسمى اللي هو تقوية وتعزيز وتوسيع هذه الفضاءات ديال الممارسة الديمقراطية، وهنا فين كيكون العمل السياسي، وشنو هي الإجراءات، شنو هو الحد الأدنى ديال هذه المشاركة، واش قادرة أنها تبني هذه التكتلات وكتنطلق من هذا العمل اللي كتقوم به ديال التكتلات الفكرية ديال المؤسسات الفكرية اللي خصها الطعام كذلك الأحزاب السياسية، واش كاين هذه الرؤية اليوم على مستوى هذا الحساب السياسي اللي عندها مصلحة تاريخية وعندها إيمان تاريخي بهذا الهدف ديال توسيع الفضاء الديمقراطي واللي كتبني على تراكمات تاريخية. ولكن هذا خصو توضيح من كل شيء. نجي اليوم غنقول حتى أنا بحكم مشاركتي وأنا هذا راه صافي كان ساهم، شنو هما الشروط، شنو هذا الحد الأدنى اللي كيجعلني أنني وبطبيعة الحال هذا حزب سياسي بوحده أو لا، ما يمكنلوش، خص تكتلات واسعة. وهنا فين كان الإشكال ديال اللي طرحتوا أنتم في الورقة ديال المقاربة العمودية والأفقية، وهذا عمل أفقي، ما يمكنلوش، لأن المجتمع مكون المجتمع هي اللي كتحاور ما بيناتها وهي اللي كتبني ما بيناتها، بغض النظر عن العمودي وعن مراكز السلطة والقوى الأخرى. فبالتالي اليوم مثلا المقترحات اللي يمكن لها تكون، واش اليوم هاد الأحزاب اللي كتهتم وعندها هاد الرؤية هذه، أولا كيفاش كتعامل مع المكونات الأخرى،
ولان هي اللي عندها هي نقطه الصله ما بين اللي خارج اللي رافض واللي داخل كيقول لك اسيدي ما كان حتى شي مشكل في طبيعه هي اللي عندها هذه القدره هذه بحكم المكانه ديالها وبحكم التاريخ ديالها. اذا عمليا واش اليوم مثلا كذلك على مستوى هذا النقاش اللي كاين اليوم حول التنميه والنموذج التنموي واش اليوم مثلا هذه القوى السياسيه واش ممكن لها تطالب بميثاق للتنميه والديمقراطيه او للديمقراطيه والتنميه ما يكونش فقط ميثاق للتنميه يعني هذا ممكن يكون مدخل نعم نبنيو على هذا التقرير ولكن نضيفوا له ان المدخل الاساسي هو 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 هو, هو الديمقراطيه ويكون ميثاق للتنميه والديمقراطيه وشكرا. شكرا استاذ يوسف. سي في أقل من دقيقتين ولفتهم وقفنا أستاذي بزاف الأشياء قيلت إذا لا حاجة أننا نعيد ما قيل. أنا على قضية تعديل الدستور أعتقد أن لا يجب أن نفتح هذا الباب اليوم لأن إذا فتحنا باب تعديل الدستور فسوف تكون هناك تراجعات بحكم أن ميزان القوى ليس في صالح القوى الديمقراطية في هذا الوقت. المشكل اللي ايضا هضرتوا عليه ديال الافقيه وديال العموديه تقرير ديال لجنه النموذج التنموي تحدث عن مشكل يعني عمودي في عدم تنفيذ الاستراتيجيات التي وضعت في مكان ما. المشكل ماشي فقط عمودي هو مشكل كاين افقي حقيقه لانه عندما تشوف مؤسسات تجي واحد المؤسسه تتخرج تقرير المجلس على الحسابات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الى اخره على اختلالات في قطاعات اخرى يعني كون كانت الامور الافقيه خدامه مزيان كون شفتي المؤسسه القضائيه بزاف ديال المؤسسات الاخرى تستاثر بهذا يعني تاخذ هذه التقارير هذه وتتحولها الى نقاش او الى اليات ديال المحاسبه ديال المشكل اللي كان حقيقي ومشكل ايضا عمودي وليس عفوا افقي وليس عمودي. فيما يخص الميثاق ديال النموذج ديال التنميه قلت واحد الكلمه مزيانه سي بلال حنا في معنا خرجنا واحد الورق عن النموذج التنموي وخلينا العنوان اللي داروا هما ديال دوله قويه ومجتمع قوي وغيرناه درنا دوله ديمقراطيه قويه ومجتمع حر قوي يعني كون كانت غير هذه الكلمه هذه ديال الديمقراطيه كاساس لتقرير ديال النموذج التنموي كون سنوزوغي غاسوري لانه ديك الكلمه ديال دوله قويه تخيف شيئا ما ماشي شيئا ما كثير وقد تعطي تأويلا سيئا او تأويلا محافظا لما جاء فيه تقرير ديال النموذج التنموي وربما كانت هناك واحد الاراده ديال اغفال مركزيه الديمقراطيه ومركزيه الدستور كما قلتموه في مداخلاتكم في هذه الورقه وشكرا بشكل مختصر. شكرا جزيلا. اسمحوا لي هذه نرجع للقاعه هناك طلب التدخل ومن بعد نختموا لاننا اشرفنا على الساعتين اللي هو الوقت واخا اسمح لي. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. سعيد بالحضور معكم في هذه الجلسة. أحضر هنا بتمثيليتين مؤسسة علال الفاسي ومؤسسة بوكر القديري. مؤسسة بوكر القديري أنا كنت من التلاميذ ديالو لأن بديت الدراسة ديالي في مدرسة النهضة. أريد أن أبدأ بالجائحة. جائحة كوفيد 19 كانت القشة التي كسرت العمود الفقري وأبانت عما كان مسطور اجتماعيا اقتصاديا من جميع النواحي وبدينا كنفكروا على اننا نديروا نموذج تنموي جديد ولكن بالرجوع لحركه 20 فبراير وما طالبت به وبالرجوع للاحتجاجات اللي وقعت في هذه العشر سنين واللي كان احتجاجات اجتماعيه صرفه لا تطالب بشيء إلا بالماء وبالكرامة وبالحرية
وبالعدالة وبالتساوي أمام الثروة الوطنية، منها ما قمع ومنها ما حاد وزهقت به الطريق في المطالبة بهذه الإصلاحات، ومنها ما كان يطالب فقط بإصلاح بعض الأشياء. وأذكر هنا يوم خرج الأطباء عن بكرة أبيهم يطالبون فقط بإمكانيات للعلاج، فأجابهم رئيس الحكومة آنذاك قال لهم دير الطبيب كيداوي حتى فمه، أنا بغيت نشوفوا واش داوى الكوفيد 19 بفمه حتى هو. وبالتالي جاء دستور 2011، هذا الدستور ديال 2011 اللي في الخطاب ديال جلالة الملك في 9 مارس كان أطفأ هيجان الشارع والكل التف حول هذا الخطاب، وبدينا كننتظروا الدستور، الكل شارك في إعداد الدستور لمن أتيحت لهم الفرصة. وهذا الدستور للتذكير صوتنا عليه ب 98%، بينما الانتخابات البرلمانية والتشريعية والبلدية وهذا والجماعية التصويت كيكون ب 23%. أترك لكم دراسات الفارق. هذا الدستور قيل لنا على أنه دستور متقدم غادي يعطي بزاف ديال الصلاحيات، او فعلا لقينا اختصاصات ديال رئيس الحكومه في الحقوق 60 بند على 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 الحقوق والحريات، القضاء وهلم مجرى. طبعا لكل شيء ما تم اذا ما تم نقصانه. اليوم واش هذا الدستور اللي كنا البارح والقوى السياسيه وكل شيء كيقولنا ودي صوتوا راه ما كاينش هذا، وكان حقق لنا استثناء مغربيا في المنطقة كلها، وحمدنا الله وخرجنا من الأزمة. ذاك الوقت في هذا الدستور هذا هناك من صوت بقناعة وهناك من صوت على خوف، كيقول ودي الله يخرجها بسلام، وخرجنا منها بسلام. وهنا إذا بغينا نقولوا نغيروا الدستور ما كاين حتى شي مشكل، ولكن هذا التغيير ديال الدستور راه فيه ما يمكن أن نغير به الدستور. الناس اللي بيديهم يغيروا هذا الدستور ما عليهم إلا يكتبوا، وما عليهم إلا يطلبوا، وما عليهم هاد المؤسسات ولا هاد الآليات لطلب تغيير الدستور هي ما حتى شي واحد ما كيزعم عليها. إذا حنايا كنهضروا هنايا وكنرفعوا تحدي أكبر، ولكن ملي غادي ننزلوا الأرض الواقع راه غيكون شوية ديال هذا. الديمقراطية هي أساس المجتمع، وهذه الديمقراطية راه ماشي وردة اليوم مطالبة بها، راه الديمقراطية كنطالبوا بها منذ زمان، منها ما تحقق ومنها ما لا يتحقق. الولوج للكرامة والحرية وهذا هي أساس المواطنة المتجددة. إذا بغينا مواطنة متجددة خصنا نقول لهاد الناس هالكرامة ديالكم هالحقوق ديالكم هذا، لأن الآن حنايا ركوب أمواج البحر باقي. المغربي غير كيوصل لشي مستوى دراسي كيهرب، وملي كتقول له واش ترجع كيقول لك ما غنرجعش، لأن كرامتي تما رغم ما أصادفه من تما من ميز وهذا، فأنا هناك أحسن. وهنا ملي كتجي تولج لبعض المؤسسات ولا لهذا كتجي الوجهيات والرشوة والفساد، وهذا الرشوة في ارتفاع في ظل حكومتين متتاليتين. إذا كان الدستور ما تفعل شيء راه الخطأ ماشي في الدستور، راه في النخب السياسية. هاد النخب السياسية هي اللي ما قداش أنها تغير، لأن تعطاتها بزاف ديال الحوايج. رئيس الحكومة طالب شي حاجة، رئيس الحكومة لا الأول ولا الأخر، تا واحد فيهم ما طالب بشي حاجه، وتا شي واحد ما قال ودي نغيروا، والحزب ديالهم هو الاغلبي هو اللي واصل واللي هذا ما تغيرش. اذن الا كانت النخب السياسيه ضعيفه واحد الكفه اخرى غادي تكون اقوى. وهنا استحضرك ما قراته عن علال الفاسي، قال جوج كلمات يجب ان نحافظ على الثابت ونناضل من أجل المتغير. المتغير يجب أن نناضل من أجله، ولكن الثابت
اللي راه ماشي حنايا ولا الاخرين ولا هذا، هذا التبيت ديال الجميع، ديال جميع المغاربه. اذا هذا التبيت نحافظ عليه وهي ملكيه في تطور وسوف تتطور، سوف تسير في تطور. واسمحوا لي ان اقول ان اقرا هذه القطعه ديال زدعلال الفاسي، الديمقراطيه خلق. هذه الديمقراطيه خلق، زدعلال الفاسي ماذا يقول فيها؟ ويطلب منا ان نذهب للعمل من اجلها. خذوا انفسكم على 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 التخلق باداب الديمقراطيه. هذه الخلاصه ديال الورقه ديال المقال ديالو اللي كتبوا في جريده البينه. واحفظوا لاخوانكم، واخفضوا لاخوانكم جناحكم، وعاملوا الكل بما تحبون ان تعاملوا به، وجادلوا بالتي هي احسن، فاذا انتهى الجدال فسيروا مع الكافه، فاذا انتهى الجدال فسيروا مع الكافه. ايها الشعب، ان الديمقراطيه خلق، فتخلق بها، فقد ان لك أن تفعل. هذا المقال كتبوا في جريدة البيان البينة، ديمقراطية خلق، رجب 1382، دجنبر 1962، ولا زالت مطلب الوقت. شكرا جزيلا. أنا كنعتذر بزاف الإخوان اللي طالبين الكلمة، لأنه ما يمكنناش حنا تجاوزنا بربع ساعة الوقت المخصص لنا، ولكن كنوعدكم أننا عندنا مازال أربعة ندوات في إطار هذا البرنامج اللي كنقوموا به والدعوة للحوار. وأنا كنعتذر مرة أخرى بزاف، ولكن ما يمكن إلى بغينا نبقاو في تواصل مع الناس ما يمكنناش نستمروا أكثر. إلى سمحتيو واخا صحيح مرة أخرى. نعم اسمح لي مرة، فعلا عندك الحق في هذه الملاحظة. مرة أخرى الندوة المقبلة إن شاء الله هذين تماما وتحنا كندربوا على هذا الشيء. عفوا إلى سمحتيو، يمكننا مرة أخرى نأكدوا على أن العمل ديال هذه المؤسسات، العمل المشترك، هو من أجل المساهمة الإيجابية في إنجاح التحولات اللي احنا كنا كنأمنوا بها. ولذلك أدي نستمروا في هذا الحوار، وأدي نستمروا في العمل المشترك، والأهداف ديال هذا الاستمرار راكم ذكرتوها. الأخت لطيفة ذكرت على ضرورة تحويل الغضب والاستياء إلى عرض سياسي. احنا كنتمناو نساهموا من الموقع ديالنا ومن المنطلق ديالنا في تحفيز الفاعلين السياسيين، في تحفيز الناس اللي مازال ما حولوش الاستياء ديالهم الى عرض سياسي انهم يعملوه كعرض سياسي. وحنا مؤمنين بان النخب السياسيه خصها تعمل نقد ذاتي على نفسها، وانها خصها تعمل مراجعات، وكيف قلنا في الورقه، بدون مراجعات وبدون قطائع ما دي يمكنناش نتقدموا. احنا لما تنعملوا نقد ما كنعملوش نقد فقط للنظام اللي هو تنعيشوا فيه، لا كنعملوا نقد كذلك للمسار ديالنا احنا كمنظمات سياسيه وكهيئات نقابيه. وكنعتبروا بان الاخطاء اللي عملنا ساهمت كذلك في اضعاف العرض النضالي الديمقراطي في بلادنا. انا غادي نلح بزاف على جوج ديال الحاجات. الحاجه الاولى ورد في التقرير حول نموذج التنمية بطريقة متكررة واحد الإلحاح على استعمال أو تعبئة الذكاء الجماعي. أنا كنظن بأن باش نبقاو في إطار تعبئة الذكاء الجماعي ديال المغرب خصنا ما نحتقروا حتى شي طرف، خص يكون واحد الحوار، واحد الاستماع، واحد الإنصات متبادل، لأنه ربما يوجد ناس اللي عندهم كفاءات استثنائيه يمكن لهم يعرفوا بالضبط شنو خصنا نديروا وشنو خصناش نديروا. ولكن تدبير الحياه المشتركه راه ما تخصوش فقط الناس اللي عندهم كفاءات استثنائيه، خص يكون فيه بدرجه اولى الشعب المغربي والمواطن المغربي، لان
احنا كنا كنهضروا التقرير حول النموذج التنميه تتكلم بزاف على العجز في الثقه، استعاده الثقه ما يمكنش يتم بدون مشاركه واسعه وحقيقيه ماشي متحايله بحال اللي قالت الاستاذه امينه قبل قليل. ونبغي نختم بواحد المساله وجدت بانها يمكن لها تكون هدف ديالنا مجموعين كمؤسسات، الميثاق الوطني من اجل التنميه والديمقراطيه. انا كنظن بان هذا واحد الهدف نبيل يمكننا نتعبؤ عليه جميعا ونعبؤ معنا جميع الطاقات المواطنه اللي يمكن لها تعمل في هذا الاطار. اشكركم مره اخرى على مشاركتكم والى الجزء الثاني من بعد في ندوتنا. شكرا. شكرا لا فرصه قريبه ان شاء الله. انت دابا هنا في المغرب.